مساء الخير. في مرة خبير أمني تسأل عن الجماعة النصابين، هو إيه اللي بيخلي النصاب عنده القدرة على استغفال الناس والنصب عليهم؟ رد وقال إنه السبب الأول هو إنه الناس اللي بيتعرضوا للنصب مؤهلين أصلاً للنصب عليهم، يعني الناس كده بتبقى جاية جاهزة ومستعدة ومستنية الأخ النصاب اللي بيجي يبيع لهم الوهم ويقبض ثمنه مقدماً. امبارح في المنوفية كان في حكاية نصب جديدة. في أشمون كان في مركز مشهور للتغذية والتخسيس وعلاج النحافة، الكلام ده يعني الناس طبعا رايحة جاية على الدكتور اللي في المركز، والدكتور بقى عمال يكتب عمال على بطال وصفات طبية وعلاجات وكله تمام. فجأة الناس بتكتشف إنه الدكتور ده ما عداش أصلا على كلية الطب وإنه خريج اقتصاد منزلي، دكتور مزيف. دي حكاية واحدة من حكايات كتيرة للدكاترة المزيفين اللي ممكن يقعدوا سنين طويلة يمارسوا الطب من غير ما حد من زباينهم يشك فيهم. بس جنب عمليات النصب باسم الطب بنشوف كمان كل يوم قصص دجالين قدروا ينصبوا على أشخاص مش وراهم ودمروا حياتهم بإيديهم. وبنسمع كمان كل شوية عن قصص المستريحين اللي بيلموا الملايين من جيوب الناس في شركات توظيف أموال وهمية. طب الناس اللي بيتنصب عليهم بقى مرة باسم الطب ومرة باسم السحر ومرات باسم الربح السريع، الناس دي إيه؟ يعني نعتبرهم ناس طيبين بزيادة مثلا، ولا عندهم سذاجة غير طبيعية، ولا طماعين حبتين، ولا ايه بالظبط؟ ولا هي طريقة التفكير اللي بتخلي بعض الناس ضحايا سهلة للنصابين؟ في نوعين من التفكير، التفكير العلمي المنطقي اللي هو 1+1=2، وان كل شيء ليه سبب، وان السبب ده لازم ندور عليه ونعرفه. النوع التاني بقى هو التفكير الخرافي اللي ما بيربطش الأسباب بنتائجها. يعني لو شخص مثلا تفكيره خرافي وعنده صداع مزمن، مش هيفكر انه سبب الصداع ده مثلا ممكن يكون الضغط مثلا، لا دماغه هتروح على طول انه مش يمكن اكون مسحور او لابسه عفريت او محسود. وهو ده نفس الشخص اللي بيصدق بسهوله انه ممكن يخف من مرض خطير بمجرد لمسه كده سحريه من انسان زيه. يعني مش هيخف مثلا بعد ما يعمل تحاليل ويتشخص مرضه وياخد الدواء، لا خالص، ده مش وارد عنده. التفكير الخرافي يا سادة هو في الحقيقة تعطيل لنعمة ربانية اسمها العقل. ربنا خلق لنا العقل مش عشان يبقى زينة في الفاترينة، مش عشان نحطه في علبة قطيفة كده جميلة جوه النيش ونقفل عليه ونخاف نستعمله. العقل يا جماعة هو اللي أنتج لنا التلفزيون اللي بنشوفه، الموبايل، الكهرباء، عمليات القسطرة، وكل حاجة ممشية حياتنا النهاردة. ده اللي أنتجه العقل بالعلم. طيب ايه اللي انتجته الخرافه؟ شوفوا صفحات الحوادث وانتوا تعرفوا. مصر جديده، اهلا بكم. عايزين بس كده قبل ما نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده اهني منتخب مصر بفوزه الجميل على منتخب لبنان 1-0. منتخب مصر نجح في الفوز على نظيره لبنان بهدف دون رد في المباراه اللي جمعت بينهم النهارده ضمن منافسات بطوله كاس العرب. منتخب مصر التقى مع نظيره اللبناني على استاد الثمامه في الجوله الاولى من بطوله كاس العرب والمقامه تحت مظله الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ألف مبروك للمنتخب المصري. خلينا نروح سريعا كده بقى لملف سد النهضة. موقف مصر ثابت في حماية أمنها المائي دلوقتي وفي المستقبل، ده اللي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة وهو بيتكلم عن ملف سد النهضة خلال استقباله لرئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز. الرئيس أكد تاني على أهمية التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا. هنا الرئيس اتكلم عن أهمية دور المجتمع الدولي في الدفع في اتجاه التوصل للاتفاقية دي والعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
طبعا كلام الرئيس النهاردة هو تجديد لموقف مصر من أن نهر النيل لازم يكون مصدر للتعاون والتنمية بين شعوب حوض النيل، وما ينفعش أنه أي طرف ياخد قرار أحادي كده منفرد ويفرض أمر واقع يتجاهل حقوق الأطراف التانية. مصر ترفض الأسلوب ده تماما، ومصر هنا بتعبر عن موقفها الصلب المتوازن، احنا مش هنتنازل عن حقوقنا المائية أبدا، وفي نفس الوقت بنعرض حل للأزمة على أساس قواعد بتاعة القانون الدولي وفي إطار اتفاق قانوني ملزم. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة أسبانيا الصديقة، يسعدني أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم اليوم ضيوفا أعزاء على مصر. خلال زيارتكم الرسمية والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على تبادل الرؤى والتباحث حول سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لقد أجريت مع دولة رئيس الحكومة الأسبانية مباحثات مثمرة وبناءة عكست بوضوح إرادتنا السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وأسبانيا في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيث استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والدفاعية في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وأسبانيا إلى آفاق أرحب بالتعاون الثنائي، بحيث تصبح أسبانيا شريكا رئيسيا لمصر، ونحن نمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم. والحقيقة ده كان هينطلق من خلال إنشاء لجنة مشتركة وزارية من البلدين يتم عقدها بالتبادل بين عاصمتي البلدين دوريا. وفي هذا الإطار فقد اتفقت مع السيد سانشيز على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الأسبانية في مصر وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف رجوع البلاد، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها. وأكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلدينا بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرص لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسبانية. ويسعدني في هذا الصدد أن أشيد بالتعاون المصري الأسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة، وهو تعاون ننتظر أن تفتح له آفاق جديدة من خلال عقد منتدى رجال الأعمال بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة بمشاركة دولة رئيس الحكومة الأسبانية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيمثل خطوة بناءة على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما ناقشت مع دولة رئيس الحكومة أيضا سبل سيادة تدفقات السياحة الأسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعت في هذا السياق على التدابير الصحية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد، ومن حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وهنا يجب أن أتقدم بالشكر باسمي وباسم كل المصريين على الإهداء التي قدمته حكومة أسبانيا من اللقاحات إلى مصر.
الناحية كمان رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز أكد على أهمية الشراكة مع القارة الأفريقية، وأنه مصر دولة محورية في القارة الأفريقية، وأنه مهم جدا التعاون مع مصر، وأنه مصر شريك أساسي لأسبانيا، وأنه مصر وأسبانيا بيجمع بينهم كثير من النقاط المشتركة والرؤى المشتركة في العديد من القضايا. طبعا المؤتمر ده يعني هيتلوه عدد من التفاهمات الكثيرة في مجالات بقى رياضية وسياحية وتجارية وثقافية. الحقيقة يعني بداية جميلة أو صفحة جديدة جميلة مع أسبانيا ستشهدها مصر في الفترة القادمة، وإحنا على مدار تاريخنا مع أسبانيا الحقيقة علاقتنا كويسة جدا. طيب التطعيم هرجع تاني وأقول التطعيم واللقاح والتطعيم، قلنا كتير الكلام ده، وبنقول لحضراتكم بعد إذن حضراتكم الطعام. والحقيقة خلاص القرارات بتاعت الحكومة، قرارات الدولة كلها متجهة أنه مش المفروض يبقى في أي حد في مصر مش متطعم. لسه شايفين الايام اللي فاتت قرارات حتى الـ 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 الاطفال من سن 12 سنه خلاص هيطعموا خلاص. النهارده في قرار مهم جدا انه ما فيش حد هيدخل امتحان الترم الاول في الجامعه الا ولازم يكون متطعم خلاص، ما حدش هيدخل الامتحان الا وهو معاه شهاده تطعيمه. وده قرار من وزاره التعليم العالي انها مش هتسمح لاي طالب بدخول امتحانات نهايه الترم الاول الا بعد الحصول على لقاح كورونا. والوزاره قالت انه تم تسهيل الموضوع ده بانشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصريه علشان يبقى موضوع سهل جدا لاي طالب انه يطعم من غير أي مشكلة. خلاص يعني فيش أي حجة، التطعيم جه لحد عندكم بعد إذن حضراتكم اطعموا. إحنا داخلين على الشتاء، متحور جديد طالع لنا في المقدر، فبعد إذن حضراتكم اطعموا. الوزارة كمان قالت إنه نسب التطعيم في بعض الجامعات وصلت لحوالي 85% وفي بعض الجامعات التانية وصلت 87%، يعني دي نسب حلوة جدا، بس أتمنى بصراحة أنه كل الجامعات تكون فيها النسبة كده على الأقل. بمناسبة بقى التطعيم وبمناسبة الخبر ده، السيد أوميكرون، أول إصابة بأوميكرون في السعودية اتسجلت النهاردة. مسؤول في وزارة الصحة السعودية أعلن النهاردة أنه الحالة المصابة بالمتحور الجديد من كورونا ده مواطن جاي من دولة من دول شمال أفريقيا. طبعا معنى كده أنه السفر هو سبب مهم في انتشار أوميكرون في العالم، عشان كده هنلاقي فيه حوالي 56 دولة خدت إجراءات لمنع استقبال مسافرين من البلاد اللي ظهر فيها الفيروس. لكن الغريب بقى أنه منظمة الصحة العالمية شايفة أنه حتى الحظر الشامل للسفر في العالم كله مش هيحل المشكلة، مش هيقلل انتشار هذا الفيروس. أعلنت المنظمة أنه في توقعات لظهور هذا المتحور في بلاد تانية. يعني منظمة الصحة العالمية بتقول كده بالبنط العريض، مفيش حاجة تقدر توقف أوميكرون. طيب معنى كده أنه مفيش مبرر لإجراءات منع السفر ولا إيه؟ ده اللي قاله بالظبط بقى مدير عام منظمة الصحة العالمية، هو قال كده بالظبط، وصف إجراءات منع السفر من بعض الدول بأنها إجراءات فظة. والسبب زي ما قال اننا اصلا لسه ما نعرفش اي حاجه واضحه عن اوميكرون. وقال كمان سبب تاني، والسبب التاني بصراحه شايفاه منطقي، قال طب ما احنا بقالنا فتره بنتعامل مع المتحور دلتا اللي هو منتشر في العالم كله. عايز يقول يعني هو اشمعنى اوميكرون يعني اللي عايزين تمنعوا السفر بسببه؟ طب ما عملتوش كده ليه مع المتحور دلتا؟ الحقيقه سؤال منطقي. طيب عشان نعرف بقى راسنا من رجلينا، يا ترى هي الابحاث عن اوميكرون وصلت لايه؟ هو ده اللي احنا محتاجين اجابه. لا احنا كل يوم بيتقال لنا لسه شويه، بس على العموم كل تاخيره وفيها خيره، ويمكن بقى مين عارف. اتمنى والله انه هذا الاوميكرون يبقى ضيف كده خفيف علينا. طيب في معايا خبر بشع بصراحه، اتصدمت لما قريته. خبر تفاصيله مش شكلنا ولا شكل عاداتنا ولا شكل تقاليدنا، خبر فيه غدر وخيانة. الخبر بيقول إنه في ممرضة قتلت سيدة مسنة جوه بيتها في مدينة بور فؤاد
طبعا مدينة فؤاد اللي موجودة في محافظة بورسعيد، وده بعد ما اتأكدت الممرضة انه الضحية لوحدها في البيت. الممرضة عندها 28 سنة، دخلت البيت عند الست وكان غرضها هو السرقة، لكن يا ريت الموضوع انتهى على كده. هو للأسف هو انتهى في الآخر بمقتل الضحية. الغدر اللي في القضية دي بقى اللي أنا قلت عليه لحضراتكم من شوية، ليه؟ لأنه الست الضحية دي كانت بتعطف على الممرضة، وكانت بتديها فلوس، وكانت بتديها حاجات تانية من باب المساعدة. هي الممرضة دي مش بس سرقت وقتلت، لا ده هي قتلت وبطريقة بشعة. هي مسكت الست من راسها وفضلت تضربها في الحيطة، فضلت تخبط راس الست في الحيطة ورا بعض ورا بعض لغاية ما الست ماتت. كل ده بقى عشان ايه؟ 1200 جنيه، غوشتين، ختمين ذهب. هو ده، تخيلوا 1200 جنيه وغوشتين وختمين. مسكت الست هارتها ضرب، ومسكت راسها وفي الحيطة وهاتيك ضرب. الحقيقة الموضوع مش غدر بس، ده غدر وجحود وقلة أدب، ومش عارفة إيه ده. يعني ما عنديش كلمة في قاموسي بتاع اللغة العربية لائقة أقدر أوصف بيها الممرضة دي عملته. طيب معايا على التليفون أستاذ أحمد حمزة نجل الضحية. مساء الخير والبقاء لله. البقاء لله يا فندم. احكي لنا بالظبط، يعني هو ايه اللي حصل؟ هي الوالده عايشه لوحدها والممرضه دي عايشه معاها، ولا هي عايشه معاكوا الست وبعدين يعني انا مش فاهمه، انا عايزه افهم لانه الحقيقه الحادث بشع. الو استاذ احمد سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. انا عايزه افهم بالظبط حصل ايه، احكي لي بالظبط حصل ايه. هو اللي حصل اللي احنا سمعناه من النيابه، لان هي عملت حاجه اسمها تمثيل جريمه، ان انا والدتي كنت انا اتصلت بيها الساعه، يعني متعود ان انا لما اقفل محلي او كده وما اتواصلش معاها ان انا اروح لها، لان انا حاليا مقيم في بورسعيد. هي عايشه لوحدها يعني في الشقه؟ هي قاعده لوحدها بس احنا يعني بنجيلها. عندها كام سنه؟ عندها 75 سنة. بتروحوا لها كل قد إيه؟ أنا عن نفسي بروح لها كل خميس، بس الخميس اللي هي يعني حصل الجريمة فيه اتواصلت معاها في التليفون، وهي بقى كانت الشبكة بتقطع. فحصل اللي حصل بقى، كانت هي معاها. الجريمة حصلت الساعة كام؟ تقريبا الساعة، يعني أنا مكلمها لغاية الساعة 10 وربع. 10 وربع الصبح؟ لا بالليل. بالليل تقريبا حصلت على الساعة 10 ونص 11، يعني هي ميتة وفي ايدها التليفون بتاعي يعني وانا بكلمها. اخر كلام قلتوه ايه؟ ما فيش، انا قلت لها ما قالتلكش خايفة من حاجة ملاحظة حاجة؟ لا 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 لا، الشبكة كانت بتقطع. وانا متعود ان انا افضل اسيب التليفون المكالمة لغاية لما هي مثلا الشبكة تتعدل وتكلمني مظبوط او حاجة زي كده. يعني في مكان فيه شبكة، بس انا اخر كلمة سمعتها فيها إنها بتقول لي يعني أيوه يا أحمد كده، يعني بعد كده الشبكة قطعت. هي دخلت على أنا عشان الوقت حضرتك ما أطولش عليكي. هي الممرضة دي أنتم متفقين معاها جايبينها منين؟ جارتكم، قريبتكم، معاها مفتاح الشقة؟ يعني عاوز أعرف. جارتنا ماما الحاجة الله يرحمها، يعني مربياها ومساعداها، وكانت يعني هي جارتنا وبتديها 50 جنيه. ده مربياها يعني من زمان يعني. جارتنا الباب جنب الباب. يعني هي جاره ووالدتها كانت بتعطف عليها من وهي صغيره. وبتساعدها. وربتها وبتديها 50 جنيه في الحقنه. والله هي كانت بتديها حقن. تمام. يعني هي كانت هي عشان جارتكم بتروح بس تشق كده عليها زي ما بيقولوا، ولا هي عايشه معاها؟ لا، هو اللي حصل حضرتك ان هي اتجوزت من 3 اشهر. يوم ما قررت تعمل الجريمة دي قعدت في البيت أسبوع عشان عند مامتها اللي هي جارتنا بقى. يعني هي كانت غيرت البيت لأنها اتجوزت، فبس بقى لها أسبوع عايشة مع أمها تاني في البيت. قعدت الأسبوع اللي هو حصل فيه الجريمة. عشان بقى بتشوف بقى الموضوع مين بيجي مين ما بيجيش. أيوه بالظبط. بالظبط كده. ومجهزة كل حاجة، ده سيناريو وفيلم لو بتمثله صح مش هيطلع كده. ونشكر رجال المباحث اولا، رجال الشرطه، ان هم
يعني طلعها حاجه زي كده زي ما بيقولوا طلعها من الارض، لان دي كانت كمان ساعه الجريمه هي اللي جايبه لنا الميه وجايبه لنا الكراسي نقعد وجايبه لنا الاكياس والشنط يعني هو والمناديل ما حدش شافها، علينا. ما حدش شافها. لا طبعا ما حدش شافها، هي عملت كده لوحدها في هي الشقة مع الوالدة. والدتي متعوده وهي في الكلام ده ان من اخر النهار لغايه الساعه 9 10 بتسيب الباب مفتوح، عشان احنا الناس كلها حبانا يعني بفضل الله قدام في الشارع، فكل الجيران اللي جايه علينا دي عارفانا، اخد بال حضرتك، خصوصا ان والدي كان ماسك مأمور العمارة فكان معروف يعني مش اي حاجه، فكل اللي جاي علينا عرفنا، فكان هي بتسيب الباب انها تتونس بجاره تعدي تسلم بتاع مش عارف ايه، ده غير ان قفلت بوحشيه وخلتني افقد اعز ما املك، غير ان هي سرقت كمان ظلمت ناس، يعني هي يعني ظلمت ايه بتاع ظلمت ناس؟ والله حضرتك، يعني كان في ناس مشكوك فيها اتبهدلت في الاسم، ما كانتش هي المشتبه الاول، يعني كان في مشتبهين قبليها وهي كانت سايبه. مستبعده، كانت مستبعده، دي كانت مستبعده، ونشكر رجال الشرطه المره المليون بصراحه ان هم ربنا يجعلهم سبب في الاول وفي الاخر، انا بشكر ربنا ثم رجال الشرطه. طب ازاي اصابع الاتهام بدات تشير ليها يعني، وازاي الناس اللي اتظلموا دولت او المظالم دولت بانت براءتهم وبدانا نبص لحد تاني؟ والله هو رجال الشرطه عملوا حركه شيك قوي ان هم اخذوا التليفونات بتوع العماره كلها وابتدوا، ما قالولناش طبعا حاجه زي كده، ابتدوا يراقبوا التليفونات، اتفاجئوا بقى ان هي بتتفق على بيع الذهب في مصر في القاهره. بالظبط سرقت ايه يعني اللي انا قلته ده؟ قول لي انت تاني. 3 غوايش 3 غوايش. ودبله ومحبس وحلق، الحلق الطرى بتاع زمان ده، ذهب امي الله يرحمها يعني كان من الناس اللي هي بتاعت زمان اللي هي لابسه الحلق والغوايش دي بيجي لها بتاع 40 سنه بالظبط، يعني مش اي حد يقلع، و1200 جنيه، 1600 تقريبا 1600 جنيه. تقريبا. البقاء لله يا استاذ احمد، والحقيقه مش عارفه اقول لك ايه، وشكرا لحضرتك. الحقيقه مش فاهمه يعني، مش فاهمه ايه اللي بيحصل، مش فاهمه ايه اللي بيحصل يعني. معلومه جديده عرفتها من استاذ احمد، انه هي كانت جارتهم ومربيها من وهي صغيره وبتعطف عليها. يعني القضيه مش قضيه قتل وسرقه بس، ده غدر وخيانه وجحود وكلام كتير. بصراحه قلبي وجعني بصراحه وانا بتكلم في الموضوع ده. طيب حقيقة خبر بشع وحاجة يعني غير إنسانية. أنا حتى مش عارفة إيه ليه الوحشية دي. طب هي أنت بتسرقي، أنت مسكتي الست وبتخبطي راسها في الحيطة لغاية ما تموت، إيه الوحشية دي يعني؟ إيه الكفر ده؟ طيب في موضوع لا يقل بشاعة عن هذا الموضوع حقيقة، بس الحمد لله انه اتلحق. مش عارفة اقول ايه، مش عارفة بجد اقول ايه. يعني زمان لما كنت بروح انا الكلية على ايامي كنت باخد معايا مثلا ايه، بشيل معايا اجندة مثلا، كشكول، قلم، كتاب، الحاجات دي. ولكن دلوقتي واضح ان الامر اختلف كثيرا، تلاقي طالبة شايلة سكينة وهي راحة الكلية. راحة فين يا بنتي؟ راحة الجامعة. راح الجامعة يا ماما. طب ربنا يوفقك ويجعل في سكنتك القبول يا حبيبتي. طالبة جامعية في كلية آداب في جامعة أسيوط، كانت بتحضر محاضرة للدكتور مصطفى فواز أستاذ مادة النصوص الفلسفية. الدكتور بيشرح والطالبة قاعدة بتسمع، وبعدين استأذنت عايزة تسأله سؤال. ايه اللي حصل؟ قامت من مكانها وراحت للدكتور، وثواني قامت مطلعه سكينه وحطيتها على رقبته وهددته انها هتذبحه. طبعا الطلبه كانوا مذهولين مش عارفين يتصرفوا ازاي، لكن الدكتور مصطفى فواز قدر كده يتعامل بحكمه مع الموقف ده وهدى البنت، وشويه شويه البنت شالت السكينه من على رقبته. في الوقت ده الطلبة اتدخلوا، وبعدها يعني الدكتور قدر يبعد شوية وبعدوها عن الدكتور، خدوها المكتب العميد عشان يشوفوا ايه حكايتها.
محدش لغايه دلوقتي عرف هو ايه حكايتها بالظبط. هل المساله مثلا هي عندها مشكله نفسيه، هل عندها ازمه نفسيه مثلا، ولا الماده دي مثلا مضايقاها مش عاجباها، مش فاهمين احنا حتى هذه اللحظه احنا مش فاهمين. هل طب لا عندها ازمه نفسيه، الماده مضايقاها، متضايقه من الدكتور، اي سبب من الاسباب، هل الحل هو السكينه؟ مش عارفه ايه موضوع حل مشاكلنا بالعنف مش بالحوار. هل في امل انه هذه الظواهر تختفي من مجتمعنا؟ على فكرة طالبة اسمها أمل، والحكاية دي مش حكاية أمل بس، حكاية اتكررت امبارح أكتر من مرة. طالب مثلا في مدرسة إعدادية في كفر الدوار ضرب المهندس بتاعه، المدرس يعني شافه بيعاكس بنت قدام المدرسة فبيقول له بلاش كده ما يصحش، فقام مديله بالبنية. يعني يا جماعة الشعار دلوقتي بقى عند بعض الطلبة والطالبات زي أمل، ما بقاش قم للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، لا بقى قم للمعلم واحمل السكينة. الحقيقة يعني ظواهر تحتاج ان احنا نناقشها نفسيا واجتماعيا ومش انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل. يعني ايه طالب يرفع السكينة على المدرس بتاعه؟ طيب معنا على التليفون دكتور مجدي علوان، عميد كلية آداب جامعة أسيوط. يا دكتور مجدي مساء الخير. أهلا بيك مساء النور أستاذ أنجي، إزي حضرتك؟ تمام الحمد لله، أنتوا اللي زيكم؟ الحمد لله بخير بخير. هو يعني حضرتك اشرح لي بالظبط إيه اللي حصل، لأنه أنا قريت الخبر زي ما هو ورد لينا على المواقع الإخبارية، فلو حضرتك عندك معلومات أكتر يا ريت تقول لنا. طبعا أهلا وسهلا بسعادتك وأهلا وسهلا بحضرتك المشاهدين. هو طبعا بس أحب بس أدي لحضرتك فكرة إن جامعة أسيوط هنا أو مجتمع محافظة أسيوط كله مجتمع طبعا محافظ، مجتمع طبعا زي الساعات كله زي كل جامعات مصر الحبيبة. بس طبعا حصل امبارح يعني موقف يعني صار طبعا غير مسؤول. الساعة 12 محاضرة، الساعة 12 الاثنين ساعتين المحاضرة، لقيت في المكتب عندي طلبة جايين ومشرف الأمن جاي وبيقول إن في طالبة اتعرضت يعني رفعت قال حد على الدكتور مصطفى فواز. اتحركنا طبعا بسرعه ونزلنا تحت والابن جاب البنت وانا طلب طبعا شهود، وبعدين جه دكتور مصطفى فواز طبعا مرتبك جدا وجسمه مرتعش. اتحرزنا على البنت واتحرزنا على الاله، هي طبعا مش سكينه، هو قطر عباره عن قطر. مش سكينه ده قطر. لا 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 قطر مش سكينه خالص. انا طبعا اتحفظت على الاله. هي دخلت بالقطر ده ازاي الجامعه؟ شنطة حضرتك، شنطة ببنت عاديه في شنطة اكيد حاطه فيها اي حاجة. بيبقى يعني في على يعني ما بندخل الجامعة في على الباب يعني اجهزة كده بتصفر؟ ما عندناش. لا لا احنا عندنا لسه البوابة، احنا حضرتك الجامعة كلية الآداب موجودة بعيدة عن الكامبس بتاع الجامعة. الجامعة نفسها اللي هي جامعة أسيوط اللي هي في الجامعة القديمة اللي عند المبنى الإداري فيها فعلا بوابات الكترونية. يبقى احنا محتاجين كده. مقر كلية الآداب في مبنى اسمه الجامعة القديمة في حي اسمه حي الولديه. ايوه احنا محتاجين كده يا دكتور عند مقر كليه اداب. ان شاء الله اكيد ان شاء الله. فطبعا ما تركبتش بابات الطلبه، اي طالبه عادي بتخش عاديه جدا بالشنطه بتاعتها فيها كل حاجه تمام. فهو عباره عن قطر رصاصي كده تمام، حتى مش قطر يعني حديث، حاجه قديمه كده. المهم اللي حصل بالظبط في المدرج، المحاضره طبعا سنه ثالثه فلسفه، عددهم حوالي 250 طالب. الدكتور مصطفى هو قاعد بيدي المحاضره على البنش في المدرج، فوق ان في طالبه طالعه لفوق فكرها ان هي تسال سؤال تمام، ففوجئ بيها ان هي بتخنقه يعني بتخنقه وبتحاول تطعنه بالايه بالقطر. طبعا لف ايديها وزقها وقعت على الارض. طبعا الطالبه هاجت مسكوا البنت وجابوها فوق عندنا فوق او عندنا في الطرقه. مشرف الامن طبعا جابها. بلغت على الفور، بلغت اداره الجامعه دكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعه عشان التعليم والطلاب، ودكتور مصطفى جه كتب لنا مذكره وحلناها للشؤون القانونيه وتحفظنا على الاله بتاعت الايه؟ بتاعت المحاوله دي. طبعا البنت انا طبعا يعني البنت عاديه جدا، بنت بسيطه جدا عاديه جدا مش لا تبدو عليها اي علامات. كان في اي خلافات قبل كده بين البنت والدكتور ده؟ هل كان في الإطلاق اي مشكله؟ على الاطلاق لا ابدا كده يعني كانت نايمه صحيت قررت تعمل كده.
لحد دلوقتي احنا ما نعرفش ايه الابعاد. الشؤون القانونيه يعني امبارح والنهارده. البنت فين دلوقتي؟ في بيتها عادي، في بيتها. في بيتها؟ النهارده النهارده بالمناسبه. طب انتوا يعني حضرتك ما سالتهاش انت ايه مشكلتك؟ هي جت عندي طبعا، جت عندي المكتب ولم تتفوه باي كلمه. كلمتها يا بنت انت في ايه؟ انت عملت ايه؟ مالك في ايه؟ عملت كده ليه؟ ما نطقتش خالص. عرضتوها على دكتور نفسي؟ لا 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 لا، ما رضاش على دكتور نفسي. عادي كده عملت كده وروحت البيت. ما احنا معانا بياناتها كلها، معانا التليفون بتاعها ومعانا كارنيت ومعانا بياناتها كلها. نعم. تمام؟ الشؤون القانونية طبعا بتحقق في الموضوع ده مع مين دلوقتي؟ بتعملوا ايه يعني؟ الموضوع هيحصل فيه ايه يعني؟ الموضوع طبعا طبقا للائحة التلفزية للقانون المجلس على الجامعات ان هي هيتم مثلا حرمانها من دخول الكلية لمدة اسبوعين. ويصعد الموضوع لبعد كده لمجلس تأديب. ده طبعا دراسة طبعا بس الجامعة. ده إجراء مؤقت ولا ده العقاب؟ حرمانها من دخول الجامعة؟ لا مؤقت، ده مؤقت، ده مؤقت. دي في سلطة تعميد الكلية. ان هو يحرم أي طالب لعمل يعني العمل مثلا اي عمل مشين او كده مع طالب مثلا. ده عمل مش مشين، ده عمل خطير. عمل خطير. دي ده دي عمل ممكن دي يعرض حياه حد للخطر. تمام. المهم مش غشت مثلا، مش مثلا غشت ولا كلمت والاستاذ بيشرح المحاضره ولا زقت صاحبتها. سلوك طبعا مشين جدا طبعا. المهم في بعد كده بيصعد الى مجلس الجامعه، في قصدي في مجلس التاديب. ده عقوبته تتصل للفصل النهائي. فصل النهائي، وده غالبا هو اللي هيحصل يعني. فاحنا برضو ما زلنا ان احنا ايه برضو نحقق معاها ومع الدكتور، تاخد اقوال الدكتور كويس. طبعا الموضوع مسمع جامد. واداره الجامعه طبعا مش ساكته على الموضوع خالص لحين ما تخلص الاجراءات. بس انا بس سؤالي لحضرتك، مش عارفه يعني حضرتك عندك الاجابه ولا لا، قانونا بقى، ما احنا في دوله قانون، احنا عايشين في دوله مش عايشين في الفراغ اللانهائي. فالقانون هنا المفروض يتدخل والمفروض يبقى في عقوبه على البنت ولا المفروض لا؟ مش انا مش فاهم حضرتك. دلوقتي احنا في جامعه بيحكمنا الشؤون القانونيه والتنظيم مجلس وقانون تنظيم الجامعات. ايوه. الدكتور مصطفى بقى لو حب مثلا يعمل بره حاجه ثانيه في 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 الاسم او في النيابه، طبعا ده تبقى شق جنائي طبعا. في شيء ايوه يعني الشق الجنائي ده اللي بيحركه الدكتور اللي تعرض للمشكله. ولا في ما هو في حاجه اسمها حق المجتمع، ما دام الموضوع ده اتعرف واتنشر يعني المفروض انه الجهات الامنيه اعتقد المفروض بتتدخل ولا ايه؟ استاذ الماده لو حابه بس يصعد الموضوع ويعمل يعني هو اللي لازم يصعد الموضوع. طبعا. طب ما قدمش اي شكوى؟ استاذ انجي حضرتك طبعا لازم تعرفي برضو ان دي مهما كانت بنت وما نعرفش برضه ابعاد الموضوع ايه. ما انا عارفه انها مهما كانت بنت بس البنت دي كانت هتعمل جريمه. لينا حدود داخل الحرم الجامعي. لا انا مقدره طبعاً. انا مقدره جدا. وانا ما اقدرش عشان برضه ساعتك برضه يعني عندي مثلا 350 طالب. وبعدين لما طلع الموضوع انا عندي في الكليه مثلا في اليوم ده مثلا مش اكثر من 5000 طالب. لو انا روعت الدنيا وجبت شو عربيه شرطه او كذا او بتاع غير ما تبقى الدنيا هتفرد مني، بتحصل مشاكل كتيره جدا. انا فاهمه ومقدره كلام حضرتك. لازم الموضوع يتم معالجته لحد ما نحتوي بس الايه الطلبه تمشي والتجمعات تمشي. الموضوع كان رهيب جدا. وده غير تخيلي حضرتك الدكتور. انا متخيله. فما ينفعش يعني ايه، لازم نهدي الامور ونتصل، لان طبعا الناس بتعطل مع الطالبه بس بعت مع استاذ الماده. واللي طبعا اللي ما شافش عمال يفسر زي ما موجود على الفيس الكلام الفارغ المكتوب. طبعا كلام لا يمت لحاجه بصله. حتى الان ما نعرفش ايه السبب اللي حصل للبنت دي. هل البنت انا مستغربه بس ليه الدكتور متنازل عن حقه حتى اللحظه انه كان هيتقتل، ليه ما قدمش؟ برضو ده علامه استفهام بالنسبه لي محتاجه اجابه. انه الطبيعي لما حد بيتعرض لمحاوله قتل كده الطبيعي انه بيثور وبيروح يبلغ او بياخد حقه او يطلب حتى الكشف على قواها العقليه. ولكن كون ان البنت توصل لكده انها تحاول تقتله وهو ساكت ولم يبدي اي رد فعل. لا هو ساكت، هو مش ساكت، هو يعني ده يعمل علامه استفهام. انت ليه ساكت يا دكتور؟ هو في ايه؟ صح؟ هو مش ساكت ولا حاجه. بس طبعا يعني احنا ككلامنا معاه وكإدارة كليه وكده عشان برضه نحافظ على ايه؟ على يعني الله اعلم بقى ايه اللي يحصل في بعد كده في التحقيقات. ما اقدرش. التحقيقات ده واضح انها هتبين حاجات كتير شكلها كده. انا برضه هو ياخد حقه وبعدين مش هيسكت على فكره، مش هيسكت. يعني هو حب لو حب مثلا يعاقب البنت بعد كده
في شهود والواقع موجود والمذكره موجوده والتحقيق موجود في الجامعه. بس احنا عايزين نعرف ايه العلاقه بين البنت والدكتور؟ ايه اصل اكيد برضو البنت مش هتصحى من النوم حتى يعني، ومش هتروح الجامعه حاطه في الشنطه بتاعتها كتر الا حد يعني، الا لو في حاجه مهمه. بس انت الكتر، الكتر ده بيشيلوه عادي الطلبه عادي، ما فيهاش حاجه، ما فيهوش حاجه يعني عادي. ايوه بنشيله علشان نقطع بيه ورقه كرتون، لكن مش أيوة بنشيله أيوة عشان نحدد بيه حد. ما انا عارفه طلبه، حتى طلبه في ابتدائي بيشيلوه، طلبه اعدادي بيشيلوه. بس ما بنشيلهوش نروح بيه المدرسه او الجامعه. طبعا المفروض في ابواب كده بتصفر لو انت داخل بقاله حد وممنوع يعني. انا معلش احنا كلنا يعني رحنا جامعات ولسه بنروح الجامعه بنصور بندي محاضره. لو في حاجه حدد، انت لو شايل مبرد بالصدفه في الشنطه بيصفر وممنوع تدخلي بيه. اي قلم، اي قلم اعدادي بيصفر على طول. بالظبط بالظبط كده. اي حاجه طبعا طبعا. لا احنا محتاجين نتابع مع حضرتك بصراحه، لانه في علامات استفهام مش متجاوب عليها. اشكر بإذن حضرتك باذن الله. ان شاء الله في اي معلومات جديده ان شاء الله نتواصل باذن الله. اعتقد انه اكيد هيكون في معلومات جديده. دكتور مجدي علوان عميد كليه اداب جامعه اسيوط، شكرا جزيلا لحضرتك. علامات الاستفهام لسه كثيره طبعا في القضيه دي، واضح انه لسه حاجات كثيره محتاجه تظهر للنور، واعتقد انه التحقيقات هتبين ايه اللي حصل بالظبط. طيب بقالنا كام يوم لسه شغالين في فعاليات معرض ايدكس 2021، لسه الفعاليات مستمره. النهارده اليوم الثالث على التوالي، طبعا حدث مهم مصر بتشهده، في كبار العارضين مشاركين، شركات عالميه في مجال التسليح والصناعات الدفاعيه والامنيه، سواء على الصعيد الاقليمي ولا على الصعيد الدولي. زي ما قلت لحضراتكم الايام اللي فاتت في اكثر من 400 شركه عارضه من 40 دوله موجودين في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. آفاق جديدة من التعاون العسكري بين 400 شركة من 42 دولة حول العالم فتحها المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية الذي تنظمه مصر في دورته الثانية، حيث استطاعت الشركات المشاركة أن تتبادل الخبرات وتتعرف على إمكانيات نظيراتها في أحدث أنظمة القتال العالمية. هذا العام كان افتتاح إيدكس افتتاحا رائعا، معظم الحاضرين أكدوا على أنه أفضل من النسخة السابقة في 2018، ففي هذه المرة زاد عدد العارضين وزاد عدد الوفود بأكثر من 100 وفد، وزاد عدد الأجنحة ليكون ولأول مرة 21 جناحا من 42 دولة، لذلك فهي تجربة رائعة. وأود هنا أن أشكر وزارة الدفاع المصرية على هذا الدعم الذي كان دعما رائعا كالعادة. معرض إيدكس الذي ضم كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية الذين يعرضون فيه أحدث المعدات والتكنولوجيا والأنظمة الأمنية والدفاعية، أصبح بوابة للمشاركين بالمعرض من مدارس التسليح المتنوعة حول العالم فيسوقون فيه منتجاتهم العسكرية. مصر بالنسبة لنا من أهم الدول عندنا، وأوريدي عندنا تعاون كبير مع مصر، فكان وجودنا مهم جدا أن احنا نعرض أهم وأحدث التقنيات اللي عندنا في مجال الدفاع. فمصر طبعا في المنطقة هي من الدول الرائدة في المجال ده، فوجودنا كان مهم. وكمان لأنه إيدكس بنعتبره معرض دولي، فكمان بنقدر نقابل عملائنا من أفريقيا ومن دول تانية كتير. لدينا تعاون قديم مع الجانب المصري في مجالات متعددة في الصناعات الدفاعية، فأنا مسؤول عن 60 شركة تعمل في مجالات الصناعات الدفاعية هنا في الجناح الروماني. من بين أوجه التعاون، التعاون في الأمن السبراني والتعاون في صناعة المدرعات، فالجانب المصري لديه قدرة متميزة في هذا الجانب. أيضا في أجهزة الرؤية الليلية وفي أجهزة الصواريخ المضادة للدبابات. أنظمة تسليح وصناعات دفاعية وعسكرية على أحدث الطرز العالمية تلبي مطالب واحتياجات القوات المسلحة للدول، دفعت المتخصصين في الأسلحة إلى الحرص على الحضور في المعرض الأضخم في قطاع الصناعات العسكرية في إفريقيا الذي بدأ عملاقا من أول نسخة له. منافسات عالمية على أرض مصرية في مجال التسليح والمعدات العسكرية يشهدها 21 جناحا في معرض إيدكس، وفي خلال دورته الأولى في 2018 نجح في جذب المزيد من العارضين في هذه النسخة 2021 من دول العالم الرائدة في صنع السلاح.
أحمد رجب، مصر جديدة، إي تي سي. فاكرين تمور وحليب بتاعت امبارح اللي وقفت عندها كتير مع حضراتكم وكنت مستغربة جدا؟ هي عملت مشكلة لعمر كمال. النهاردة نقابة الموسيقيين قررت إحالة عمر كمال للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية في اللي قاله من كلمات تسيء لمصر، وصدور القرار المناسب فورا الانتهاء من التحقيق، وده بعد حفلته في السعودية. عارفين بقى قرار نقابة جليه؟ مش عشان تمور وحليب، لكن عشان عمر كمال لما تسأل هو أنت ليه استبدلت الجملة بتاعتك في أغنيتك الشهيرة بنت الجيران اللي هي جملة هشرب خمور وحشيش، ليه استبدلتها بهشرب تمور وحليب؟ رد وقال إيه بقى؟ أنا واقف على أرض طهرة، أنا واقف على أرض طهرة. يعني قصدك إيه بقى يعني يا عمر؟ ده هاني شاكر اللي بيقول له قصدك ايه، انا عايز افهم. لا يا عمر، ارض مصر اطهر بقاع الارض، مش طهره بس، لا دي اطهر بقاع الارض يا عمر. بصراحه كده انا مستفز جدا. ده هاني شاكر اللي بيقول حضراتكم، يعني البيان كان شديد اللهجه وصارم جدا الفنان هاني شاكر. نص القرار بيقول ايه او نص البيان بيقول ايه اللي طبعا طلع بتوقيع هاني شاكر؟ قال مصر وطن مقدس ومصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستؤمن الأنبياء على أرضها، فكانت لهم ملاذ وأمان، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض من أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد، لكن مصر لا تهان. بعد البيان ده بيستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية زي ما هو قال، كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاول النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق، كلا في موقعه، والتصدي لكل ما هو مسف ورديء على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف. كان هذا هو البيان الشديد اللهجة الذي صرح به الفنان ونقيب الموسيقيين هاني شاكر. معنا على تليفون الأستاذ سمير صبري المحامي والذي قدم بلاغا اليوم ضد عمر كمال. مساء الخير يا أستاذ سمير. مساء النور يا أستاذة إنجي، وأهلا بحضرتك وبمشاهدينك، وشرف لي أن أنا أبقى على شاشة حضرتك النهاردة. أهلا بحضرتك ومنورنا. احنا يمكن ما تقابلناش ولا مره، دي اول مره بقى نتقابل فيها على الهواء، وشرف ليا والله. اهلا بحضرتك. بدايه يا استاذ سمير، ايه الجريمه؟ يعني ما هو توصيف الجريمه الذي قام بها عمر كمال والتي دعتك لتقديم بلاغ ضده؟ بدايه انا برضو ليا تنويه. فضل. حضرتك كنت بالفقره اللي قبل اللي فاتت على موضوع الطالبه اللي داخله معاها سكاكين او مطاوي. ايوه. حضرتك ما تستغربيش، دول خريجي مدارس محمد رمضان، خريجي مدارس المهرجانات وقله الادب والاسفاف اللي بيطلعوا يقولوها، والكلمات الهابطه والكلمات القذره اللي بدا بقى الشباب كله يقلدهم، صدر مفتوح، حلاقه ما اعرفش عامله ازاي، سكاكين ومطاوي وجنازير. فدي هم دول خريجي المدارس وخريجي اللي بيبسوه في نفسهم وبيعلموه لهم الإخوة اللي أنا قلت لحضرتك. صحيح. الحليم. وحتى لو عندها، إحنا لسه طبعا مش عارفين، لكن حتى لو عندها مشكلة مع الأستاذ، إحنا مش عارفين لسه المعلومة، لكن لو في مشكلة تروح للجهات المختصة عشان تحل المشكلة، مش تمسك مطوة أو تمسك كتر. لا، إحنا نعالج الأول اللي بينشروا الفسق والفساد والانحراف والمخدرات وكل الكلام ده، دول اللي يتعاقبوا الاول، اللي هم دول تلامذتهم زي ما قلت لحضرتك. منع للتطويل. نعم. ارجع تمام. نرجع لموضوع عمر كمال. الجريمه اللي حضرتك يعني اشرت اليها في بلاغك المقدم اليوم ضد عمر كمال، توصيف ما قام به عمر كمال اللي هو مخالف للقانون، فحضرتك قدمت بلاغ. هو اللي حصل يعني سبقه قبل كده، اللي اسمه حمو بيكا ده دخل ومنزل فيديو امبارح، انا قدمت بيه بلاغ امبارح، بيتخانق مع الاخ ده على اساس بيقول له قول لي فين عناوين الناس اللي ادوك العربيه هديه
في السعودية عشان لازم أروح لهم. أنا ما خرجتش من هنا ولا معايا مسواك من السعودية، عايز أروح للناس دي يدوني هدية. ده فيما يتعلق بالأخ حمو بيكا ولا حمو سعد. نرجي للبتاع بلاغ النهاردة، ده طالع بيقول أنا بدلت كلمة خمور وحشيش بكلمة تمور وحليب، لأن أنا في أرض طهرة وأرض مقدسة. فهو السؤال اللي مقدم بيه البلاغ، هو إحنا أرضنا نكسة؟ هو إحنا أرضنا مش مهد أديان؟ أرضنا ما فيهاش بقاع إسلامية 100% منذ قدم التاريخ. وبهذه المناسبة أنا بنضم وفعلا أثمن البيان اللي أصدرته نقابة الموسيقيين والأستاذ العظيم هاني شاكر، ولابد من تنقية المجتمع من هذه العناصر، من تم وقفهم واللي ظاهرين دلوقتي أسماء غريبة، أسماء ما سمعناهاش وكلها أسماء شهرة، أسماء بلطجية وتجار مخدرات. ده اللي خلاني أتلمت البلاغ. أنتوا مش بقت شغلتنا بقى تطلعوا تهينوا برا بلدكم وتهينوا مصر؟ وأنا شايفة بس مفيش وعي، يعني وخصوصا أنه الفنان ده اللي بيطلع يمسك ميكروفون ويغني ويتكلم مع عدد كبير من الناس، لازم يبقى في حاجة في دماغه قبل ما يطلع يتكلم، لازم يبقى عنده وعي. بس هو واضح طبعا أنه عمر كمال هو مش فاهم هو قال إيه، يعني لأنه قاله بمنتهى الأريحية، يعني هو مش فاهم هو بيقول إيه. ده لا يتقال عليهم فن ولا يلقبوا فنانين، لان احنا اتعلمنا من اول ما بنشوف الفن ان الفن رساله، والعمل الفني هو الذي يوجه رساله. عمل ما فيهوش رساله يبقى اسفاف، ما يعتبرش عمل فني، يعتبر على عمل مقاطيع وعطلين ومخدرات. ولا بد ان يتم وقف كل المهزله اللي موجوده على الساحه المصريه من هؤلاء الشخص. طب ممكن تكون العقوبه ايه؟ يعني الجريمه مسماها ايه في القانون، وبالتالي العقوبه ايه؟ التطاول على الوطن، ودي عقوبتها 6 سنين. التطاول على الوطن، في ماده عندنا في القانون المصري. أيوة. اسمه التطاول على الوطن، على الوطن، ودي تحبس 6 سنين. ده الحد الاقصى، حد الاقصى. يعني اللي قاله ده توفرت فيه كل اركان الجريمه، كل اركان الجريمه. يعني ممكن يتحبس لو تم اثبات انه اركان الجريمه متوفره عنده، يتحبس متوفرة. لأن أنا مقدم في بلاغي كمان الصوانة المدمجة، الفيديو اللي بيحوى كل هذه العبارات والألفاظ. طب يعني هو دلوقتي أصل هو عضو نقابة الموسيقيين، يعني في ناس تانية مش أعضاء واتمنعوا من الغنى، بس هو عضو نقابة الموسيقيين، يعني ما أعتقدش أن قرار المنع شمله. فهل تعتقد أنه هيسري عليه بقى قرار المنع، وأنه الليستة بتاعة الممنوعين هيضاف إليها اسم عمر كمال؟ وناشد النقابة أنها تضيف اسمه، وناشد النقابة وناشد الأستاذ هاني شاكر فعلا أنه لازم يضيفوا اسمه ويتضاف أسماء أخرى تاني. أسماء أخرى حضرتك شايف أن المفروض تضاف؟ طبعا أكيد لازم. إسفاف إسفاف وقلة أدب وانحطاط لا تربنا عليه ولا شفناه ولا سمعناه. زي مين مثلا؟ لا مش عايز أورط القناة معايا. القايمة هي موجودة على العموم منتشرة، يعني لا شكرا. الإضافات بقى القايمة خلاص حصنتنا. إن إحنا نقول اللي إحنا عايزين ومستندين إلى القايمة، إنما اللي لسه ما دخلوش القايمة اللي هيعملوا شرطة لو قلنا أسمائهم وهيبتدوا ياخدوا إجراءات. نستنى لما يدخلوا القايمة ونقول أساميهم. هيدخلوا بكرة. ده تصريح، ده خبر؟ ان شاء الله. يعني في يعني دلوقتي تصريح اهو من المحامي طبعا الكبير الاستاذ سمير صبري انه في اسماء جديده مجموعة هتخش على القائمه. اللي هم ملوك الاسفاف والانحطاط والتحريض على التحرش والسفاله داخلين بكره القائمه. تمام، خبر لمصر جديدة، ملوك الإسفاف ومن هو ضد الفن وضد الإبداع سوف يضاف اسمه غدا في قائمة جديدة سوف تصدر من نقابة الموسيقيين. شكرا جزيلا لحضرتك محامي الكبير الأستاذ سمير صبري. شوف بقى بكرة هيحصل إيه. النهارده بقى عندنا ايه بعد شويه في مصر جديده؟ النهارده معانا عالم في مجال الطب، استاذ كبير في تخصصه، كل الناس بتحبه، الكبار الشباب حتى الصغيرين كمان، خلطه كده وتركيبه تحبها كلها على بعضها، حب رباني. يعني بتكلم في الطب
عن أستاذ كبير لما هتكلم ده في الطب. طب في الدين هتلاقي عالم بيكلمك وبيتكلم في الروحانيات، تحس انك قدام باحث متعمق. ضيفي النهاردة أستاذ دكتور في طب الحالات الحرجة بقصر العيني، ومن كتر حب الناس ليه وإنه ما بيرفضش طلب لحد سموه طبيب جبر الخواطر. أكيد دلوقتي حضراتكم ممكن تكونوا توقعتوا شوية مين ضيفي. ضيفي النهاردة والأستاذ الدكتور حسام وافي. هفتح معاه بقى مواضيع كتير وهعرف منه سر الخلطة الجميلة والغريبة في نفس الوقت، إزاي كل الناس بتحبه كده، إزاي قدر يستحوذ على قلوب الناس. هتكلم كتير معاه في الطب طبعا، هناخد منه وصفات نمشي عليها عشان نعرف كيف نتعامل ونتعايش مع الضغط، مع السكر، مع الأمراض اللي ملهاش حل، الأمراض المزمنة يعني، وللأسف ملازمة البعض مننا. ربنا طبعا يشفي كل الناس ويعافيها يا رب. كمان هندردش كده شوية في الدين وفي الحياة، علاقتهم ببعض، هناخد منه نصايح للمرضى، توجيهات للأطباء. هنقف مع ضيفي عند حاجات كتير لأن وجوده معنا أكيد فرصة جميلة جدا، علشان كده هناخده كمان ونروح للسوشيال ميديا يقول لنا رأيه فيها، في انتشارها الرهيب دلوقتي، إزاي بتأثر في حياتنا، إزاي من خلالها نقدر نستفيد ونفيد. بعد الفاصل هينضم لي ضيفي العزيز الدكتور الكبير حسام وافي. على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2021، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية، نظراً لتواجد مختلف الكبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق محمد وسيم أشرف المدير العام لرئاسة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق أول مرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، والسيد ألان تريبرت متبازي وزير الدفاع البوروندي، والفريق كاوينبو بنكولي إيزيدور أمين عام وزارة الدفاع الكونغولية، واللواء ألبرت موراسيرا وزير الدفاع الرواندي، والسيد فينسنت باميلانجاكي وزير الدفاع الأوغندي. حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن حمد محمد سامي الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق أول فينا سيلفا توري مابيو قائد قوات الدفاع الشعبي التنزاني، والعميد عباس أمين علي رئيس أركان حرب الجيش الصومالي، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني لتنمية جزر القمر. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اهلا بحضراتكم من جديد في مصر الجديده، وبيشرفني انه ينضم لي دلوقتي قامه علميه كبيره، شخصيه موسوعيه، غزير المعرفه في الطب، في مجالات تانية كتيره، بيعتبر نفسه هو طبيب في المقام الاول، لان الطب من وجهه نظره رساله قبل اي حاجه تانية. شخصيه مرموقه، لما بيتكلم الكل بيسمع وبيركز معاه، سواء من الجمهور العادي او حتى من الاطباء، لانه بيعتبر في الحقيقه مرجع ليهم. هذا العالم الجليل قدر انه يستخلص من رؤيته للحياه والدين وخبرته العلميه في الطب نموذج فريد، نجح فيه انه يوفق ما بين الدين والعلم، بين الجانب الروحي والجانب العقلي في الانسان. النهارده بيشرفني ان احنا يكون منورنا في استوديو مصر جديده في قناه اي تي سي طبيب جبر الخواطر، الطبيب الانسان، الدكتور حسام وافي، استاذ طب الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني. مساء الخير يا دكتور، انا فرحانه جدا انه حضرتك معانا النهارده. الف شكر يا انش، الف شكر. بدايه كده، ايه حكايه جبر الخواطر؟ ايه موضوع طبيب جبر الخواطر؟ ايه القصه؟ على فكره دي سلاح ذو حدين. ازاي؟ هقول لك ازاي لما اخلص. هي جبر الخواطر دي كانت قصه حقيقيه. انا كنت بكشف على احد علماء الدين. هتقولي لي مين؟ مش هقول لك هو مين، لان احنا اول حاجه اتعلمناها في كليه الطب ما تقولش اسم العيان. طب اقول انا عارفه المعلومه. لا، مش خلص. الشعراوي. مش الشعراوي؟ لا والله مش الشعراوي. انا لا يمكن اقول. طب حضرتك عرفت ازاي انه في دماغي؟ ما هو ده اللي منتشر. ده اللي منتشر. طيب. بس مش صح. هو قد يكون اكبر من الشيخ، قد يكون يعني. بس احنا متعلمين. انا بحاول اوقع حضرتك، بقول اللي يمكن الغلط عشان تقول بقى الصح. متعلمين ما نقولش اسم العيان، لان انا قلت لك انا بكشف على فلان، شخصيه مرموقه. اول سؤال هتسالي ايه؟ حالته عامله ازاي؟ كان عنده ايه؟ بالظبط. كان عنده ايه؟ ده سر من اسراره. ده سر. ده شرف المهنه. ما يصحش ان حد يعرف انا مريض بحاجه. حضرتك تعرفيها ليه؟ قسم ابقراط ده. انا اللي اقول. اللي عايز يقول انه عيان بحاجه هو حر. انا عندي فيروس سي، انا عندي كورونا، هو حر. بس الدكتور ما يقولش. فكنت طلبني في العياده، قال لي انا جاي لك. قلت له تجيلي تعمل ده؟ انت تقلبي العياده. انا اللي هجيلك. انا اللي هجيلك فعلا. قلت له كده عشان ما يبقاش فيه هرج ومرج، مش عارف اشتغل. خلصت العياده ورحت له، كشفت عليه وخلصت وطمنته وكتبت له روشته. بعدين قلت له انا عايز، انا مش هاخد منك فلوس. بس عايز تعلمني افضل الاعمال. انا ما قلتش يا مولانا افضل العبادات، انا بقول افضل الاعمال. قال لي برافو عليك، لان ما فيش عباده افضل من التانيه. مش هقدر اقول لك الصيام احسن من الصلاه. ايه افضل الاعمال؟ قال لي هقول لك بس تصدق. قلت له بس بشرط. حضرتك خلي بالك انا استاذ كليه الطب، كل حياتنا بالادله. ان قلت لي حاجه تقول لي الدليل. قال لي طبعا. قال لي قول انت. قلت له ادي واحد غلبان فلوس. قال لي طب طبطب على وجهه. طب ايه ما عجبوش. قال لي توتال جبر الخاطر. الله. ده افضل عمل عند الله، انك تجبر خاطر انسان. بس قلت له الادله. قال لي القران كله جبر خاطر، بس اقراه بعين مختلفه عن اللي بتقراه بيه. قلت له قول لي دليلين ثلاثه. قال لي ارايت الذي يكذب بالدين؟ في ابشع منه؟ لا. واحد بيقول ربنا مش موجود. واحد بيقول لك ما فيش الدين، ده مش موجود. ده مين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم جبر خاطر. ولا يحض على طعام المسكين جبر خاطر. المصلين جمله نمره ثلاثه. بعد اثنين جبر خاطر. قعد يقول لي ادله كثيره جدا، منها ما اللي عجبني جدا سيدنا نوح. أبشع منظر حضرتك تشوف في إنسان بيموت اللي بيغرق. أنا شفته مرة كان قلبي هيقف. واحد بيغرق في البسين على بال منزلنا جبناه، ويطلع وينزل وبيشرق والناس مش واخدة بالها لحد ما خدوا بالهم. جبر خاطر لسيدنا نوح، ربنا ما خلاش يشوف ابنه وهو بيغرق. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عشان ما يشوفوش.
قال لي القرآن كله جبر خاطر. المهم قعدت اتبسطت جدا من قعدته جدا، وبقينا أصدقاء بعد كده. ونزلت روحت البيت، كان يوم أربع، كان يوم الخميس مولد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الساعة 8 الصبح تليفون ضرب، ألو مين؟ أنا فلان جاري. قال لي خالة مراتي سنها 92 سنة دخلت عندك في العناية المركزة في القصر العيني. بص يبقى كلمة جبر خاطر، ابقى عدي عليها. دي رسالة من عند ربنا دي. لا أنا قفلت سكة ونسيت ونمت. وصحيت الساعة 10، زوجتي عايزة حاجات من السوق، نزلت زي أي راجل يعني زي الرجالة كلها ما بتسمع الكلام، بتيشيرت وجينز. نسيت خالص. رحت شريت الحاجة وأنا في ميدان لبنان، أنا شاخن في الشيخ زايد يعني حطلع المحور، افتكرت قلت الله ده احنا مبارح بنتكلم في جبر خاطر والراجل بيقولها لي، بيقول لي جبر خاطر ابقى مر عليها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رحت لافف وطلع القصر العيني. أسانسير كان بايظ، أنا في الدور الرابع، طلعت أربع أدوار على رجلي عشان خاطر ست 92 سنة أبص عليها. تجبر بخطر. أجبر بخطر. لكن الواقع أنا ما كنتش بجبر بخطرها، كان ربنا بيجبر بخطري. أنا داخل القسم وجالي أزمة قلبية. وأنا داخل. الوقت في علاج الأزمة القلبية مهم جدا. طبعا. أنا ابتديت أتعالج بعد دقيقتين. يعني علقولي الدواء اللي بيذوب الجلطة بعد دقيقتين. أنا رايح أجبر خطر واحدة، ربنا جبر خطري وخلاني لعيالي، لأن هذه الأزمة أنا عامل قسطرة ساعتها. ألف سلامة عليك. لو جات لي وأنا على المحور شكرا كنت انتهينا. فأدي جبر خطر الناس بتعلمه. ومهنة الطب تعتبر من أكتر المهنة اللي ممكن يحصل فيها موضوع جبر الخاطر. كان في طالب بيسألني السؤال وجعني يعني. قال لي إحنا يا دكتور حسام مهنتنا إنسانية ولا أكل عيش؟ أيوه ده مهم جدا السؤال ده. مهم جدا. فأنا وقفت كده، طب إحنا فعلا أكل عيش؟ يعني أنا ربي ولادي منين؟ صحيح. أنا اتعلمت طب. فجاوبته إجابة عجبتني جدا يعني. قلت له يا فلان الطب مهنة إنسانية عند اللزوم. يعني إيه مهنة إنسانية عند اللزوم؟ يعني تبقى إنسان في الموقف اللي لازم تبقى فيه إنسان، إنما غير كده أكل عيش. واحدة ست أرملة وما معاش كشف وعيانة ما تاخدش كشف، إنما غيرها خد منه كشف. طب التجارة بالطب؟ لا التجارة بالطب لا ممنوع. بعض الأطباء لا لا. طبعا مصر مليانة بأطباء عظام معروف، أطباء جمال جدا. والله اللي حضرتك بتتكلمي عليهم بيتاجروا دول يتعدوا على إيد واحدة. بس في طبعا ومبالغة في الفيزيتا. طبعا في كل مهنة حضرتك هتلاقي واحد طالع غلط. فقلت له مهنة الطب مهنة إنسانية عند اللزوم. أنت ماشي لقيت واحد في الشارع بيقع، أقف وخد أدي بقى الطبيب. أنا شخصيا ما بحبش أبقى دكتور خالص. أنا المهنة بتاعتي إن أنا حكيم. إيه الفرق بين كلمة دكتور وحكيم وطبيب؟ برافو يا إنجي سؤال. دكتور بينفذ اللي في الكتب. إنما الحكيم ينفذ اللي في قلبه. بمعنى واحد عندي سني 90 سنة وعنده شريان تاجي محتاج قلب مفتوح، أقول لابنه كده تحب أبقى معاك دكتور ولا حكيم؟ يقول لي مش فاهم. أقول له دكتور أبوك يخش العمليات بكرة، حكيم خد أبوك وروح. ده 90 سنة جايز ما يتحملش العملية، جايز ده الحكيم. زمان كانوا حكمة، كان جدي لما الدكتور يجي ما يقولش الدكتور جه، بالظبط يقول الحكيم. بس بقينا نقول الدكتور، ما ده ليه مدلول بقى. بس ده ليه مدلول اجتماعي. نقابتنا اسمها ايه؟ نقابة الأطباء. لا دار الحكمة. دار الحكمة. دار الحكمة صح. ده دار الحكمة. فده يعني مقدمة كده عشان الفرق بين حكيم ودكتور ويعني مهنة إنسانية. محدش ينكر طبعا ان احنا اكل عيشنا من الطب اكيد، بس عند اللزوم الواحد يبقى يبدي انسانيته. طب ولا يبالغ. انا هقول لحضرتك حاجه بقولها لكل الولاد اللي عندنا في كل الطب. انا بدي محاضرات بقالي
45 سنة. عدد الساعات اللي درسها بفضل الله 7000 ساعة. كل سنة أبتدي بالجملة دي. يا ولاد كيلو البرتقال بكام؟ واسكت خالص، واحد يرفع ايدي. نتفق على انه ب 10 جنيه. اقول له تمثال رمسيس بكام؟ محدش يجاوب. ملوش ثمن. فانا اقول لهم تمثال رمسيس له قيمه بالظبط، لكن ملوش ثمن. انت كده خريج كليه الطب له قيمه لكن ملوش ثمن. اصل هو يقول ايه ده لاعب الكره بياخد كذا، ده له ثمن. ده الراقصه بكذا، ده له ثمن. انما الدكتور ملوش ثمن خالص. حضرتك قلت في مصر في 100 مليون دكتور. مره في 100 مليون دكتور، كل واحد دكتور في وانا اولهم. انا دكتوره في نفسي جدا وبكتب روشتات لنفسي وبعالج نفسي. المشكله يا انجي ان ساعات الواحد شغل مخه وتشغيل المخ بيبقى بالمنطق. ده العادي بتاعنا بالمنطق. اول كلمه خدناها في كليه الطب والله ميديسن از نوت لوجيك، الطب مش منطق. ميديسن از فاكتس، الطب حقائق. اي فاللي بيشغل مخه يقول لك اصل انا مش هاخد الدواء ده عشان الدواء ده بالمنطق. الطب مش منطق. اصل انا قلت في اول الحلقه مش عايزين نحط مخنا في فاترينا خالص. العقل يزينا مش في الفاترينا. انا موافق. يزينا في الراس. بس الطب صعب وله جذور عميقه جدا. اللي عايز يفهم بنفهمه. الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل كذا كذا كذا، وهيضايقني في ايه؟ هيضايقك في كذا وكذا وكذا. انما هو شغل مخه ممنوع. طب الناس اللي بتشغل مخها زي كده بيروحوا في داهيه. والله انا بعمل ادويه لنفسي وبعالج نفسي وكده. لا يا انجي اوعي تعملي. بيقول لك خليك طبيب نفسك. طبيب نفسك بعد ما تاخدي التشخيص والعلاج. بمعنى يا فلان انت عندك سكر. هعلمك نقص السكر يبقى ايه. وتبقى طبيب نفسك. هعلمك تاكل ايه، تبقى طبيب نفسك. انما ان انا اشغل مخي في طب خطر جدا جدا جدا. وبنشوف كوارث كوارث من واحد شغل مخه. عايزه تضحكي؟ انا كاتب له عيان دواء ضغط. فجاي لي في الاستشاره اقول له خدت الدواء؟ لا. قال لي لا، جاري قال لي. هو عنده ضغط؟ جاره عنده ضغط. خد ده احسن. وجاره مش دكتور؟ لا طبعا. قال له خد ده بدل ده، وسمع كلام جاره. قلت له يا راجل يا راجل حرام عليك. بيقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب. برضو امثالنا الشعبيه فيها حاجات غلط برضو. لا طبعا ما فيش حاجه اكيد مش كل كلام مجرب. دي مجرب بالزبط. ما انا كنت ساعات مره بقول لواحد يعني جربان. مجرب يعني جربان يعني. لا ما فيش حاجه اسمها كده خالص. طب صعب جدا جدا جدا، وممارسه الطب يا انجي صعبه جدا جدا جدا. طب اللي عاوز ينتسب للمهنه دي وهو ما درسش طب يعمل ايه؟ هقول لك حاجه، انا بعمل حلقات كتيره جدا جدا لتوعيه الناس. بس مش معنى كانه دكتور خالص ولا يفتي. بس توعيه. لو جالك وجع في صدرك تكير. لا يطلع ذبحه صدريه. لو جالك انتفاخ مش قولون، مش كل انتفاخ قولون. ايه الانتفاخ ممكن يكون ايه غير القولون؟ يا هبوط في القلب. ده الانتفاخ ده له اسباب. ده سؤالي سقط. لما احب اسقط الطالب اجيب له الانتفاخ. يعني لان اي حد عنده انتفاخ هيقول لك ده القولون، ده انا عصبي. عندي مشكله، ده معدتي عندي قولون عصبي، تقلت شويه في الاكل، ويتاخر في انه يروح لدكتور. 6-7 اشهر وهو عنده سرطان يا خبر. او عنده هبوط في القلب. او تليف في الكبد. او التهاب بنكرياس. او شوفي الاحتمالات كثيره جدا. لواحد ده انا بطني منفوخه شويه. دي مشكله، لانه كلنا ممكن ناكل ونفتكر انه احنا تقلنا في الاكل. انتفخت بقى اكلت بصل بصل وتوم بالظبط. او متعرضه لتوتر وستريس فتره طويله فده طبيعي. طب يساوي كشف يساوي دكتور. وبعدين احنا بنشخص انجي بثلاث حاجات مهمه جدا جدا. واحد الكلام اللي العين قاله. اللي احنا نسميه التاريخ المرضي. هقعد اناقشه نص ساعة ربع ساعة تلت ساعة حسب حالته. ثم الكشف. نام على السرير، ايديا بقى شافت ايه والسماعة شافت ايه. ثم الابحاث. طلبت ايه؟ ايكو، اشعة، تحليل دم، تحليل براز. فدول التلاتة دول لازم يكتملوا. ولذلك انا بلوم على حد يعالج بالتليفون. بالتليفون خد التلت الاولاني.
العين في بس حاجتين تانية، لكن لا كشف ولا طلب ابحاث. فدي حاجه مهمه قوي قوي يعني. بمناسبه السكر، حضرتك قلت السكر من شويه، هو ممكن الواحد كده يزعل فيجي له سكر؟ ده سؤال خطير. قصده انت قصده السؤال؟ طبعا قصده. قصده اصل في حاجتين انا عاوز اسال على حاجتين بصراحه، موضوع السكر وفي حاجه انا بقولها وحاساها انها ممكن تكون ليها واقع من الاعراب، انه فعلا لما اقول لك انت كسرت لي قلبي، هو قلبي بيتكسر بجد؟ ايوه. انا عايزه اسال السكر والقلب بصراحه. نبتدي بالسكر والتالت الضغط بقى بالمره. الضغط اتعصب يجي لي الضغط. حاضر. دي اهم الحاجات اللي كلنا بنسال دي فيه. اللي هي كومن جدا. يعني عارفه الضغط كم واحد مصري مصاب بيه؟ كتير. كم؟ ملايين. كم؟ مثلا ممكن يكون تلتين الشعب. تلت الشعب. تلت الشعب. كل ثلاثه ماشيين في الشارع في واحد عنده ضغط. تخيلي، شوفي يبقى مهم ازاي. ارتفاع وانخفاض. لا ارتفاع بس. هو الارتفاع اخطر من الانخفاض طبعا. ده انا عايز اقول لك حاجه قبل ما نبتدي يعني. اتفضل. مفيش حاجه اسمها ضغط واطي. خالص. امريكا عملت ابحاث كثيره جدا عن الضغط، فقالت الضغط الطبيعي كام؟ مش عارفه 120 120 80 بالظبط. قالوا هذا هو الطبيعي. بس مش المثالي. This is the normal but not the ideal. المثالي تحت كده يعني. اللي ماشي ضغطه 170 100 على 70 انا ضغطي واطي. لا مش واطي. ده كويس. لا مش واطي. ده انت كويس جدا، ده انت المثالي. فالضغط مفهومه برضو عند الناس مش كويس، ولكن الضغط مرض مهم جدا. جدا. ليه؟ ملوش اعراض. ملوش اعراض. مرض صامت. صامت. عشان كده بيسموه طبعا اسم السخيف القاتل الصامت، بس انا ما بحبش الاسم ده. ما عندوش اعراض. طب انا هروح للدكتور ليه؟ انا هروح للدكتور عندي مغص، عندي دم في البول، دم في البراز، عندي صداع، عينيا مزغلله، انما ما عنديش حاجه خالص. هروح للدكتور ليه؟ صحيح. وعندي ضغط، وابتدي يجيلي في العنايه المركزه بمضاعفات الضغط، ونسال الاولاد يا اولاد ابوكوا عنده ضغط؟ يقول لك لا، وضغطه عالي جدا. في بحث عملته عشان اترقى بيه. يوم ما كنت داخل، كان زمان كنا محترمين زي الاغاني زمان والاغاني دلوقتي. على فكره سبب سوء الشباب الفن الهابط. طب الفن الهابط هو جاي من المجتمع؟ هو انعكاس للي بيحصل في لا المجتمع؟ لا. ولا لا متاسف. ولا هو لا لا ده هو اللي بوظ المجتمع. بيبوظ المجتمع. حضرتك دلوقتي تروحي فرح تلاقي ناس محترمين جدا واغاني يعني مش ممكن. يعني هاني شاكر فعلا له حق. فعلا انا بحييه ان هو بيعمل كده ويقف وقفه كويسه. بس عمر كمال ايه رايك بقى؟ قال لك هشرب تمور وحليب. انا رايي ده بيروج اهو لحاجات صحيه. انا رايي انه ما دام اهان مصر يخش السجن. اهانه البلد دي مش مسموح بيها. استاذ سمير صبري قال لك تطاول على الوطن هو عقوبته بتصل لست سنين. ده ياخدها مرتين. ست قليل. لا لا يعني احنا بنسكت على حاجات يا انجي ما يصحش نسكت عليها خالص. هاني شاكر بصراحه متصدي وعمل بيان شديد اللهجه النهارده. برافو عليه. برافو عليه. انا يعني محترمه جدا، برفع له القبعه. بس قال لك هشرب تمور وحليب، يعني هو عادات صحيه. بس ليه؟ عادات صحيه. ايوه بس ليه؟ تجيني تلاقيني. إيه؟ لا يعني مستني ولسه بخير. انا ما سمعتش طبعا. انا سمعتها سمعتها امبارح. بس الـ 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 التفسير. وانت بتقول الكلمه دي ليه؟ عشان على الارض طهره. طب ولما ما قلتش كده ما كنتش على الارض طهره؟ ما فيش وعي. لا انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله اللي يأذي البلد دي حسبي الله ونعم الوكيل. نرجع للضغط. هيجيب لنا الضغط. لا قبل الضغط. هيجيبوا لنا الضغط. لا قبل الضغط. عايز اسمع البني ادم اللي قال كده. مين اكتر نبي ذكر في القران؟ سيدنا موسى. مفيش صفحتين ثلاثه اللي تلاقي سيدنا موسى. صفحتين ثلاثه لسيدنا موسى. اكتر نبي ذكر في القران باسمه. حلو. تخيلي ان سيدنا موسى منع من دخول مصر الا ما يقلع الجزمه. ادي الارض اللي بيتريق عليها الباشا. سيدنا موسى منع من دخول مصر الا ما
اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى لياسينا. ايوه دي بلد يتريق عليه. ولذلك على فكره ساعات يعملوا مش عارف ايه ومصر ايه، قلت لهم مصر عمري ما هخاف عليه عشان الايه دي. عمري ما خاف على مصر. انك بالوادي المقدس طوى سينا. اخلع نعليك، ما تخشش مصر يا موسى عليه السلام الا وانت خالع عزمتك. الكلمه دي ما اتقالتش لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو طالع قابل ربنا في الاسراء والمعراج، ما اتقالتش انه يخلع نعليه، اتقالت سيدنا موسى وهو داخل سينا. هو مفيش وعي بس عند الشباب دي، يعني انا لا اعتقد انه قصد يسخر، بس هو مفيش وعي، في تقصير في الاعلام لا شك. الاعلام الهادف الكويس اللي تربينا احنا عليه انا مش لاقيه. يعني انا بحزن على احفادي واولادي انهم ما شافوش الحاجات اللي احنا شفناها. عارف شوفي الاغاني بتاعت زمان الوطنيه، الاغاني الوطنيه بس كانت بتحمس. يا نهار ابيض، دول خارج السيطره، يعني دول مش ولاد الاعلام، دول ولاد اليوتيوب والفيسبوك والسوشيال ميديا. لا لا لا، مش ليه؟ مش ولاد الاعلام. يخش سجن. طب ما اللي يكلم كلام مش بره الخط بيتسجن. طب ما ده يتسجن، ايه المشكله يعني؟ الكلام بفلوس مش من غير فلوس. الاقي واحد مستنيني بره يموتني بعد الشر عليك، احنا وراك يا دكتور. نيجي للضغط بقى، الضغط عشان هيجيب لنا الضغط. خلاص، بحث جميل جدا. كنت زمان لازم اخد اذن الاستاذ عشان اعمل بحث، فانا داخل له الصبح والله انجي بقول ده اخر يوم ليا في القصر العيني، انا هترفد. كنت مدرس، احنا نترقى بالابحاث فقط مش بالاقدميه. ايوه طبعا، بعدد طبعاً. الابحاث. فبقول له يا بين عندي فكره بحث وكده وانا مرعوش لسه صغير يعني. قال لي عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز اقيس الضغط لطلبه كليه الطب قبل واثناء وبعد الامتحان الشفوي. شوفي انت ضحكتي، وانا متوقع انه يقول لي مش هيطلع بره. وقيس بقى الضغط للمذيعين قبل واثناء وبعد الهواء. يا ريت نعمل البحث ده دلوقتي. قال لي عايز تدرس ايه؟ قلت له عايز ادرس تاثير الاسترس على الضغط. قال لي توكل على الله. كنت سعيد، عملت 1000 حاله و12 بره ودخل في كتب في امريكا، في كتب. عندي طلبه يا انجي اثناء الامتحان كانوا 180 على 110. وكان 120 80 ورجع 120 80. ادي تاثير الاسترس. ومن هنا اصعب تشخيص في الطب تشخيص الضغط. وبرضه هنا بأحيي الاستاذ اللي كان بيشرف على حضرتك انه ده فعلا بيقول انه التدريس مهنه مقدسه، انه عجبه فكره طالب. فكره عجبته وادها الدكتور عبد المنعم حسب الله رحمه الله عليه. الله يرحمه. رحمه الله عليه، علمنا يعني. طب انا جاي لي في العياده وضغطه عالي، طب ما جازم منفعل. جه بقى الدكاتره عملوا حاجه اسمها وايت كوت هايبرتنشن، يعني ضغط البلط الابيض. لما واحد يشوف دكتور ضغطه يعلى. طب ما انا مظلوم، انا كطبيب مظلوم، لان هشخصه ازاي؟ والعكس تماما، ممكن يبقى ضغطه عالي اول ما يشوفني ضغطه يتظبط. بالظبط، في ناس بتروح تستريح للدكتور بتخف من قبل ما تاخد الدواء. من هنا بقى عملوا جهاز اسمه هولتر. الهولتر ده بيتربط جهاز ضغط على الايد ويقيس لوحده 72 ساعة. نايم يقيس لي، قايم يقيس لي، في الحمام يقيس لي، في شغلي يقيس لي، وانا سايق يقيس لي. ده وأنا موجود في السوق؟ طبعا. يعني أنا متوفر. انا شخصيا ما بشخصش ضغط الا بيه، لان انا جايز اظلم العيان. يعني اقول له انت عندك ضغط؟ ما عندوش ضغط، هو كان منفعل شويه. ما سمعتيش على واحد مات في ماتش عشان جولنا راح نزيف في المخ لان ضغطه عالي جدا مؤقتا. مؤقتا. فالضغط مرض مهم جدا جدا جدا، عيبه الكبير قوي انه ملوش اعراض. مشكله. وبالتالي قياس الضغط كتشيك مهم جدا. جدا يعني. يعني ما اقول لواحد صغيرين وكبار كل شهرين قيس مره، قيس مره كل شهرين. شكيت روح للدكتور، ما شكيتش خليك ماشي عادي زي ما انت. امتى لو قست الضغط اقول ان هنا في الارم، هنا في جرس؟ لو فوق، لو وصلت 140 90 انا محتاجه اروح للدكتور.
لازم لازم اروح بسرعة. للدكتور هو زمان كان يقولوا 140 90 ده نهايه الطبيعي. دلوقتي لا، ده بدايه الخطر. بدايه المرض يعني ياخد علاج. يعني 140 90 ياخد علاج، كنا زمان ما نديلوش، نقول لا ده انت ايه الهاي نورمال يعني. انت العالي بتاع الطبيعي، لكن دلوقتي لا، يقول لك ونستنى ليه؟ ولهم حق طبعا. طيب السكر، السكر نفس الكلام بالظبط. السكر حضرتك عندنا نوعين كبار جدا 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 ومختلفين تماما، كانهم مرضين مع ان ده اسمه سكر وده اسمه سكر، بس شتان بينهم. في سكر نوع الاول ده مرض مناعي، مناعي تاني ده مرض مناعي. وهقول يعني ايه مرض مناعي عشان ايه المشاهد يقدر يفهم. النوع التاني لا، النوع الاول مرض مناعي، ربنا سبحانه وتعالى خلق جهاز عجيب عجيب لا تقولي الا سبحان الله. يعني اما قريت الجهاز المناعي ده قمت سجدت. سبحان الله، ده حاجه عجب. عامل جهاز في الجسم لو لقى جسم غريب يهاجمه، مفيش جسم غريب يفضل قاعد ساكت. يعني لو عشت عمرك كله بدون جسم غريب ما يشتغلش جهاز المناعي. جسم غريب زي بكتيريا، فيروس. واحد عنده دور لوز، فيروس، كلوة، زرعت كلى الواحد، ما هو جسم غريب يبتدي جهاز المناعي يشتغل. ودي المشكلة، انها حاجة اسمها رفض، تترفض. اترفضت بايه؟ بجهاز المناعي. جهازك المناعي، حطيت مسمار تحت جلدي، جسم غريب. طب في ناس فاكرة ان الصديد ده حاجة وحشة، بالعكس، ده الصديد ده الكرات البيضة اللي جت تحاوط المشكلة عشان ما تنتشرش. فعندي امر من الله يا جهاز يا مناعي، لا تحارب الا الجسم الغريب. واضحه؟ الجهاز المناعي يتجنن ويتهبل ويحاربني انا، فبيحارب الخلايا المسؤوله عن عمل الانسولين في النوع الاول. فيبوظ الخلايا فيجي لي سكر. ده مرض مناعي، انا جايب 10 يحرسوني. انا حاسس ان انا مهم، ولو ان انا لا مهم ولا حاجه، انما جايب 10 يحرسوني. طب لو ضربوني؟ ده الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده عشان يحميني من الغريب. لا، ده بيهاجم، قد يهاجم الكلى، يجيب لي امراض مناعيه في الكلى، المفاصل، الروماتويد، والذئبه، كل دي امراض مناعيه. سكر النوع الاول مرض مناعي. يجي من ايه؟ هل فعلا ازعل يجي لي سكر؟ النوع الاول من عند ربنا خلاص، ما نعرفش من ايه. من ايه؟ هقول الزعل والسكر حالا. تمام، عشان دي تاني مره تسالي السؤال، لانه يعني انت عامله بالظبط زي واحد سائق ثالثه. انا كان المفروض ابقى دكتوره، والله انا بحب مهنه الطب والله جدا. والله هي جميل، بس خفت ادخل طب. لا، هي مهنه جميله جدا جدا، انترستنج، يعني عايزه تعرفي زياده وتعرفي زياده، دي جمالها كده. النوع التاني بقى، مش احنا بنحرق السكر بالانسولين؟ بالمنطق يتهيألك ان الانسولين واطي في النوع التاني. لا، صحيح. انسولين طبيعي، بصي اللي جاي بقى. او اعلى من الطبيعي كمان. فايه؟ لا، انا هلغي الحلقه دي. لا فايه؟ طيب اعلى من الطبيعي او نورمال؟ طب فايه؟ يبقى ايه؟ انا مش شايفه. الجسم مش شايف الانسولين. في حاجة اسمها مستقبلات انسولين بتشوفه وتشتغل عليه، مش شايفها. فيبقى العلاج في الاولاني 100 100 انسولين، مفيهاش مناقشة. لان عنده انسولين واطي، في هذه الحالة انا بعوضه، لان جهاز المناعي نسف الخلايا اللي بتعمل انسولين. في النوع التاني مش شرط دي الانسولين خالص. طب انا هخلي باي طريقة المستقبلات دي تشوف الانسولين. يا اخوانا الانسولين موجود في جسمك، بس عايز تشوفه. كارثة السكر في مصر، تاني كارثة السكر في مصر، ان الناس فاكرة ان علاج السكر انسولين، روشيت. انسولين لا، روشيت ده نظام حياة. نظام حياة، برافو عليك. نظام حياة، غيرت نظام حياتك هتمشي عدل. انا دكتورة، والله انا دكتورة، وضليت للمهنة سقطة تالتة. طب مش معنى تالتة. طيب انت اعتقدت ما دي تالتة عشان بداية المواد اللي بناخدها اكلينيكية. ايوه، بطنة وجراحة وكده، من اول رابعة. طب كويس ان انا وصلت لتالتة. تالتة كويس جدا. الحمد لله. من اولى لتالتة كأنك طالبة في ثانوي. تمام، عندنا في كل الطب من سنة اولى لسنة تالتة
كأنك طالبة في ثانوي، تشريح، فيسيولوجي، هيستولوجي، مواد أكاديمية، ما بنشوفش عيانين. ربعة خمسة ستة، أو دلوقتي ما بقتش ستة، ربعة وخمسة، أشوف عيانين، أخش أوضة العمليات وأشوف الولادة وأشوف الطحال وكبد، نبتدي بقى نبقى. عشان كده اللي بيعرف شوية معلومات كده الانتصاق التالتة. كنت بتكلم على النوع الثاني بقى من السكر. الخطورة في مريض النوع الثاني انه يعتقد ان العلاج روشتة. ده زي ما حضرتك قلتي كده، نظام حياة، اكل بقى ورياضة ورياضة وكل حاجة. كل حاجة يعيش ويبعد عن المضاعفات، انما ياخد الدواء ويعمل اللي هو عايزه، اسف، يتعايش مع المرض، يغير نظام حياته. ومراته تعرف ازاي هتعيشه بالاكل ايه، وولاده يعرفوا انه ما يتنرفز. حضرتك كنت سألتي بقى سؤال الانفعال، هل زي الضغط ولا لا؟ يس. يعني هو وارث المرض وعنده، بس السكر نورمال، اخده بخ سكر يعلى. مش الانفعال اللي جاب له السكر، بس الانفعال اللي علاه له السكر، كشفه، كشف السكر، او كما بنقول احنا طلبه فضحه. العين اتفضح بحادثه. يعني في واحد جالي في العياده بيقول لي انا في عربيه فرملت عليا، فرفعت قضيه على السواق انه علالي السكر. قلت له ده انت تدوس ايده. ايوه دي حاجه كويسه انه كشف لك المشكله عندك. ده انت تحمد ربنا ان العربيه فرملت، لان كان هيجي السكر في سن متاخر وانت ما تعرفش. طب انا ليه بسال كمان في الاول عن الضغط والسكر؟ لانه كل الشواهد اللي شفناها على الارض في موضوع كورونا انه اللي عنده ضغط او سكر بيبقى أوحش. اكتر عرضه للمضاعفات اكبر، فعشان كده كان مهم جدا نبدا بالضغط والسكر. هو اقول لحضرتك حاجه، هو الكورونا اولا احنا ما عندناش فكره عنها، وبعلن كده على الهوا، اللي يتكلم بعمق في الكورونا يبقى غلطان، لان المرض حديث وما فيهوش ابحاث كتيره. فعشان كده الاجتهاد فيه بقى كتير قوي. فعلاقه السكر بالكورونا ما نعرفهاش، لا توجد دراسه طلعت لنا تقول السكر والكورونا، كلها اجتهاد. ان مريض السكر غالبا مناعته اقل، فيبقى عرضه للمضاعفات اكتر من واحد عادي، ودي بديهيه. دي حاجه بديهيه، مش عايزه دراسه. يعني واحد عنده هبوط في القلب نفس الحكايه بقى، معقول واحد عنده كورونا وهبوط في القلب زي واحد طبيعي؟ ومع ذلك الناس اللي توفوا من الكورونا فيهم ناس طبيعيين جدا، لا عنده اورام ولا عنده قلب ولا عنده فشل كلوي. ما عندناش الكتالوج بتاعه، مفيش كتالوج. فاحنا يعني طبعا اتعمل دراسات شديده جدا، بس مش دي اللي تشفي غلينا او تشبعنا. المشكله في المتحورات، دلتا بقى ودلتا بلس واوميكرون. انا بس انا طبعا عشان مش متخصصه بس بسال، هو الفيروس لما يتحور بيتحور بيعمل متحور اكثر شراسه، ولا ممكن بص، ولا ممكن ربنا كده يكرمنا ونلاقي متحور اقل شراسه؟ الاثنين موجودين. احتمال التحور زي بني ادم بيخلف، خلف واحد قوي جدا جدا او خلف ولد ضعيف جدا، فده الاثنين موجودين. يعني مش كل متحور نخاف منه، ربما يكون هذا الاوميكرون اللي جاي ربما يكون اقل شراسه. هي طبعا علامه استفهام كبيره مش جدا كدا؟ مش كده كلام استفهام بس. الناس، انا يعني نصيحتي لكل واحد سامعني، يعني احترازيا عيش. نعمل ايه احترازيا؟ الكمامة، الاختلاط. يعني انا مش فاهم واحد بيروح يزور واحد في المستشفى ليه؟ بيكلمه تليفون وخلاص، انت بتعرض نفسك لكارثه عشان تروح تزوره وتقول له، بتعرض المريض برضه لكارثه اللي في المستشفى. سلامتك الف سلامه. ده انا مش قصدي مريض كورونا، ده انا قصدي انه يخش مستشفى مفيش داعي. مفيش داعي، الزحمه دي نبعد عنها. طيب موضوع كسرة القلب في تعبيرات اللغة العربية اسمه بروكن هارت. أيوة بروك، وفي الإنجليزي حتى بنقول I'm broken heart. فعلا القلب بيتكسر من الحزن. هقول لك حاجة جميلة جدا، يعني هو القلب ده إيه؟ ما هو القلب؟ هو عضو بيضخ الدم، صحيح. طب ليه بنحط كل الأحاسيس للقلب وما حطهاش للفؤاد؟ وما الفرق بين القلب والفؤاد؟ ده سؤال مهم. ده في آية واحدة يا إنجي، في آية واحدة في القرآن الاثنين ذكروا.
وكان فؤاد أم موسى فارغة، وآخرها لولا أن ربطنا على قلبها وإن السمع والبصر والفؤاد. يعني حاجة عجيبة جدا جدا، يعني ما هو البصر، ما هو الفؤاد، وما هو القلب. هي لها حاجة جميلة عجبتني، كنت بحج مرة وأنا قاعد أقرأ فقريت الآية دي فما نمتش. أنا أستاذ قلب، قلت أنا هسمي نفسي أستاذ الفؤاد، زي دار الفؤاد كده. أيوة. دار الفؤاد دار القلب يعني. ربنا قال إن السمع، ما قالش إن الأذن، الحاسة مش العضو، وقال إن البصر، ما قالش إن العين، وقال الوظيفة. إن الفؤاد، ما قالش إن القلب. الوظيفة، وظيفة القلب هي الفؤاد. أحاسيس القلب هي الفؤاد. وتمشي معانا جدا جدا في الآية، وكان فؤاد أم موسى فارغ، أحاسيسها لولا أن ربطنا على قلبها العضو نفسه. أم كلثوم قالت لك يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا في خيالي في هوى. تسألي دلوقتي، ممكن تسألي شاب مين أم كلثوم ما يعرفش؟ تخيلي. ويعرف الأسامي العجيبة اللي طالعة دي، عجيبة. عارف طبعا. طب القلب ازاي يتكسر؟ هل هي متلازمة؟ لا، زي ما ده دي مرض. بيحصل احتشاء وبيحصل مشكلة يعني من الزعل. الزعل الشديد قوي ممكن يؤثر، دي حديثا جدا ما بقالهاش سنتين يعني. عشان كده لسه الابحاث ما تعمقتش فيها يعني. لكن بما اننا بقى بنتكلم عن اسلوب الحياه، وان الواحد لازم يعمل اسلوب حياه صحي، سواء بقى عنده سكر، عنده ضغط، او حتى احنا عشان عايشين دلوقتي في موضوع وباء، احنا لسه مش عارفين اوله من اخره ومش فاهمينه، فاسلوب الحياه مهم جدا. وياتي الاكل واللي احنا بنحطه جوانا جوه جسمنا في المقدمه بتاعه تفكيرنا. هقول ثلاث حاجات. ثلاث حاجات بس كل واحد من المشاهدين يركز كويس. يركز. إبليس اتطرد من الجنة، حصل؟ صح. لأنه رفض يسجد لأبويا. سيدنا آدم قال له أسجد لمن خلقت طينا؟ بالكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين، فما عجبوش فاتطرد من الجنة. وهو طالع من الجنة طبعا زعلان، فحلف بإيه بقى؟ كل واحد اقول له كده يقول لي لأغوينهم اجمعين. اقول له ما غواش كتير، كم واحد قتل، كم واحد سرق، كم واحد زنى، مش كتير. انما قال كلمه اشد من كده، هي اسلوب الحياه اللي حضرتك عايزاه، ولا تجد اكثرهم شاكرين. هو ده الكارثه اللي احنا عايشينها، ما بنشكرش ربنا خالص. واحد عنده كل حاجه، ولا ان شكرتم لازيدنكم مثلا. لا، ده ربنا أكد كلامه، قال وقليل من عبادي الشكور. وبعدين تقولي الواحد كده ما أنا بقول الحمد لله طول ما أنا ماشي. ربنا ما قالش يقول الحمد لله، قال اعملوا آل داود شكرا. الشكر بالعمل. أحس بنعمة ربنا علي. فدي نقطة مهمة جدا، كل واحد لو حس بنعمة ربنا عليه هيعيش بأسلوب حياة مختلف تماما. إزاي بقى نعمل إيه؟ يحس ان يعني في واحده كانت عندي النهارده في العياده قبل ما اجيلك دول، بتقول لي، بقول لها انت مالك، انت كويسه صحيا كويسه؟ ملل، اللي النهارده السبت زي الحد زي الاثنين زي الثلاث زي الاربع. قلت لها طيب الحمد إيه رأيك؟ لله ما عندكيش مشكله. لا، قلت لها ايه رايك لو غيرنا كلمه ملل باستقرار؟ طيب انت النهارده السبت وضع معين، يوم الحد البيت اتحرق، ما ده تغيير. بالظبط. ويوم الاثنين ابنك فرمته عربيه، ما ده تغيير، راح معيطه. نحمد ربنا يعني. استقرار. اللي حاسين بالملل يحول الكلمه، بدل كلمه ملل انا زهقت، الى استقرار. ربنا عامل لك استقرار في بيتك، مش عاجبك؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وخلي بالك من الايه، ان تعدوا تعدوا نعمة الله. ما قالش نعم، نعمة واحدة بس واحدة. وشفتها. والامريكان يقول لك نو نيوز از جود نيوز، يعني لو ما فيش نيوز انت تمام، يعني انت فوق. نعمة البصر. مش هي نعمة؟ قريتي كم كتاب؟ بالظبط. شفتي كم واحد؟ منعت عينك من انك يحصل مصايب كم مرة؟ وانت بتعدي الشارع منظر. احصي بقى عينك شافت قد ايه من وانت بيبي لحد دلوقتي. بالظبط. عشان كده قال ان تعدوا نعمه الله. السمع، سمعتي كم كلمه؟
سمعتي ايه؟ قال لك ايه؟ مودنك حمتك من ايه؟ من مصائب كثيره جدا. فرقم واحد لازم كل انسان مش يحمد ربنا بلسانه، يشعر بنعمه ربنا عليه، يشعر بيها. اذا شعر بنعمه ربنا عليه فرق كبير جدا جدا. وربنا قال وقليل من عبادي الشكور. طب خلينا من القليل. وبعدين لما حضرتك قلتي الايه ولئن شكرتم لأزيدنكم، بس بس عايز اكتر من كده ايه؟ مفيش اكتر. خد على نفسه العهد. بس الشكر، الشكر الشكر من القلب وبالعمل. مش يقول لك انا بقول الحمد لله. فده رقم واحد، هيعيش سعيد جدا جدا جدا. نمره اتنين في الاكل، اوعى تشبع. اوعى تشبع يا اللي سامعني، حذاري. قوم وانت جعان. ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هقول لحضرتك حاجه، احنا بنشبع بطريقتين، انا هقولهم والمشاهد يختار واحده. احنا بنشبع بطريقتين. باكل 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 باكل، المعده بتكبر تكبر تكبر، فيها عصب. لما توصل حجم معين العصب يشتغل في مركز في المخ اسمه مركز الشبع، يقول له بس. ادي طريقه. الطريقه الثانيه، اكلت الاكل نزل في الامعاء دخل في الدم راح مركز الشبع، قال له بس. انت يا انجي بتتغدي وجالك تليفون بالظبط وطول شويه، ما تكونش بعت خلاص. ليه؟ شغلتي الطريقه الثانيه، اديتي فرصه للاكل ينزل ويخش الدم. انما الاولى مش شبع. الاولى شعور امتلاء. ممكن واحد يبقى العصب عنده عطلان يفضل ياكل ياكل. لا، ما الكوارث كلها في السمنه، ان اكل الى الشبع. حذاري يا اخوانا، حد يشبع حذاري والله، تعيش في امان مدى الحياه. اللي بيجمع كل الامراض في جسم الانسان السمنه، الاكل. الاكل الاكل. نمره اتنين، امشي على القران يا اخي. امشي على القران. القران قال ايه بقى؟ ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام جاله الامر بالحج، فبينفذ الاوامر من سيدنا جبريل. وقف على عرفه المغرب جدا، نزل مزدلفة، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وصلى الفجر، طلع على منى، رجم إبليس الكبير فقط، ونزل مكة، طاف، كل ده بأوامر. وجه على السعي ووقف، وقف شوية كده، والصحابة حواليه، والصحابة تعجبوا إنه وقف شوية، وقال الكلمة الخطيرة، قال سأبدأ بما بدأ به الله. ربنا قال إن الصفا والمروة. قال أنا هبتدي بالصف. هو وقف مش عارف هيبتدي بمين، لكن هو قال سأبدأ بما بدأ به الله، وابتدى بالصف. وكلنا دلوقتي بنسعى بنبتدي بالصف. متأسف. فأكلك ابدأ بما بدأ به الله، وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون. كل الفاكهه قبل الاكل. بعكس ما احنا بنعمل، بس الفاكهه وعلى طول الاكل. ربع ساعه، ربع ساعه يعني. انا داخل بيتي اكل لي تفاحيه، برتقانه او تفاحه. على بال ما اغير هدومي واصلي اذا كان عليا صلاه، واكل هاكل ربع الاكل اللي هاكله. واحنا بنحلي بقى نقول لا احنا هناكل وبعدين يلا بقى نحلي بالفاكهه. لا، ربنا حطها في القران بالمقلوب. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يبقى الاكل بعد الفاكهه. ممكن بقى بعد الاكل يقول لك حلي بقى كل طبق بسبوسه بالقشطه. بسبوسه بالقشطه كده، او شويه ملبن حلوين كده. خلي بالك يا انجي، الاكل متعه طبعا، بس لازم المتعه دي يعرف انها بتاذيه. يعرف انها اذيه، دي خطيره جدا. وكل متعه وليها ثمن. طبعا طبعا. وبعدين انا هسال واحد سؤال مهم جدا، الاكل بيقعد في بقك قد ايه؟ مفيش، بينزل على المعده. اربع ثواني. في ناس بتزلط. هنقول ما بيزلطش. اكل قاعد فوقي وقت قليل جدا. طب بعد ما نزل هنا انا حاسس بطعمه؟ لا، انا بضيع عمري عشان خمس ثواني. دي خمس ثواني، دي زاويه مهمه افكر فيها دي. انت بتتمتع وهو بقك، انما بعد ما نزل ضرك. في ناس تعمل ايه؟ تمضغ وبعدين تشرب. ياكل على مهله جدا جدا. وبعدين يمضغ الاكل. مين اللي اخترع الرز بالملوخيه يا انجي غير المصريين عشان يزلطوا؟ والارانب بقى، والارانب، رز ملوخيه وارانب، والفوسفور والبشاميل. طبعا دي حاجات الجميله. السعرات الحراريه العاليه خطيره جدا جدا جدا.
المفروض ناخد قد ايه في اليوم؟ سعرات حراريه حسب شغلك. اذا كان واحده ست في بيت وعندها خدامه تاخد من 1000 ل 1500. اذا كان موظف من النوع اللي بيروح 9 ويمشي 2 بالظبط، اللي بيقعد على مكتب، 2000 سعر حراري. اذا كان زي حالتنا بقى طالع نازل رايح جاي 3500. اذا كانت مذيعه قاعده على مذيعه 3500. بس اذا كان الوزن اكتر ياخد سعرات اقل. اذا كان الوزن قليل ياخد سعرات اكتر. والوزن لا اقصد بالكيلو، كتله الجسم. كتله الجسم، كتله الجسم هي اكتبيها، اكتبوها على الشاشه. كتله الجسم، كتله الجسم هي وزني بسط، وزني على طولي بالمتر مضروب في نفسه. في مثال انا حسام موافي وزني 75 كيلو. يبقى البسط 75، انا طولي 180 سنتي، ابقى 1.8 في 1.8 يطلع لي كتله الجسم. اللي طلع الرقم ده حول 25 هنيئا له. 30 اوفر ويت، 35 سمين، 45 عايز جراحه. وبنشوف محيط البطن كمان المفروض. ده لا، ده قصه تانية في الست والراجل. انما دي كتله الجسم. اذا وصل 45 عايز جراحه. جراحه علشان يشيل تكميم، لانه بقى دخل حاجه اسمها سمنه قاتله. فدي مهمه قوي قوي، يعني لازم الناس تاخد بالها. والله لو مشوا بس على الاكل، في بحث معمول انك تاكلي 5 مرات في اليوم. يعني اكلمك يا انجي اي لحظه في اليوم. اي لحظه امسك التليفون اكلمك اي لحظه في اليوم. يا انجي انت جعانه؟ تقولي لا. يا انجي انت شبعانه؟ تقولي لا. هو ده اللي سليم. لا هو جعان ولا هو شبعان. فياخد 5 مرات في اليوم يسد نفسه. يسد نفسه. تخيل لقيت دي في القران، الخمس وجبات دول. ربنا لما بيتكلم على المساجد المفروض يكلم مسلمين، صح ما يكلمش مسلمين. يبقى مش المساجد المقصوده. يا بني ادم الكل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. خلاص بصي اللي جاي بقى من غير فول ستوب، كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى الاكل مع المساجد يعني مع الصلاه 5 مرات، يبقى 5 مرات. حلوه دي. صح. الفجر ربع رغيف جبنه وبيضه بالطماطم وكوبايه شاي بلبن من غير سكر. الظهر تفاحه وموزه. العصر ربع رغيف لحمه او فراخ او اللي هي بروتين الحيواني. المغرب الهوت ميل رز وخضار من غير لحوم. العشاء زبادي بعسل نحل. يعيش اضمن له يعني ما يحصلوش اي حاجه. اكتبوا يا جماعه، اكتبوا يا جماعه، دي روشتة من غير فلوس، دي مهمه جدا دي. الكلام ده احنا عندنا اشاده، يعني في شخص عزيز عليا جدا وهو استاذي في كليه الاعلام، واستاذ يعني مهم جدا في عالم الاعلام، قاعد بيتفرج وقاعد عاوز يتكلم مع حضرتك حالا. دكتور سامي عبد العزيز، استاذي العزيز والخبير الاعلامي المهم، مساء الفل. الأخير يا إنجي، وهخش في الموضوع مباشرة بحكم أنا عارف الوقت ضيق. أنا هقول للدكتور حسام، هقف قصاد كلمة أنا شبعت. يا دكتور حسام أنا شبعت وما كملتش أكلي من كلام وحكمة كلامك. صدقني شبعت وشبعت وشبعت من البساطة والعمق والعلم والخبرة. ثم أنا نادي مستنير للدين دون مزايدة ودون دخول في غيبيات ولا في كلام عارف يحكى عن وعن وعن وعن. فأنا بأمانة قاعد وبعترف لك، رغم أن في حاليا مباريات كرة قدم مهمة جدا سواء أوروبية أو عربية، ولكن يعلم الله يعلم الله، كان حسام موافي بالنسبة لمتعتي كافي. هقولها تاني، كان حسام حديث حسام موافي لإشباعي كافي. فأنا ضعيف يا دكتور حسام قصاد الأداء ومهارة العرض. إلى جانب دكتور حسام، أنت أستاذنا وعارف 70% من الحوار بين البشر مش باللغة، بالبادي لانجوج، بنظرة العين، بحركة الجسم، بإشارة الإيد. عشان كده نجاة الصغيرة قالت إيه؟ بالهمسي، باللمسي، بالأهاتي، بالنظراتي، بالصمت الرهيب. قالتش بالكلمات. فأنا بكلمك وأنا متأثر جدا جدا بالبلاغة
ونموذج للعالم الجليل. وهقول لك دكتور حسام موقف سريع جدا. في يوم كنت خارج مصر وجاءني آلام في الأسنان، فذهبت لعيادة طبيب الأسنان كان باكستاني، قال لي حديني تاني يوم بعد ما عمل أول كشف يا دكتور حسام. بعد ما خلص التاني يوم بقى ودخل المنشار في دروسي وفي سناني، سألني سؤال غريب يا دكتور حسام، قال لي أنا بحثت عنك عرفت إن أنت أستاذ في الإعلام والاتصال، هل تقيمني أنني طبيب أسنان وجيب الاتصال؟ قلت له قولا واحدا. قال لي ليه؟ يا دكتور حسام ساعة ما كان بيدوس على ضرس وبيقول لي هتتألم، يقول لي اتألمت؟ أقول له أي لحظة معك مزيكا لنسيك الألم. طب الحتة دي مش هتقول لأ، مش هتقول أي. الكوميونيكيشن يا دكتور حسام والحوار العملي خلى الساعتين بتوع عملية السنان يعدوا وكأنهم ثواني. عشان كده بقول ليت كل أطباء مصر، وأطالبك يا دكتور حسام بحكم المسؤولية، معظم أطبائنا قد يكونوا محترفين في المهنة، ولكن القدرة على الاتصال والتواصل تعال تحتاج إلى تدريب، وربنا يديك هذه الملكة. أرجوك أرجوك اعمل أكاديمية يا دكتور حسام بعيدا عن الطب المباشر وتخصصك الجميل في كيف يتواصل الحكيم مع المريض. أشكر حضرتك وأستغفر لكم، أشكر حضرتك جدا دكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام والخبير الإعلامي الشهير، إشادة مهمة جدا. لا والله كتير عليا جدا، يعني لما تيجي من أستاذ جامعي ودرس لك وكده وهو شايف، يعني ما شاء الله ربنا يكرمه يا رب ويحفظه. طيب خلينا يعني في نقطة مهمة جدا دايما كنت أفكر فيها وأسأل نفسي هل ده صح ولا غلط، وكنت غالبا صح. موضوع الحجامة وحاجة كمان العلاج بالأعشاب، صح ولا غلط؟ أنا مش عارف. هناك فرق شتان بين الطب النبوي والطب البدوي. الطب النبوي اختفى بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ما الرسول طلع من لعابه وحط على رجل أبو بكر لما عقربة قرصته وخف. أنا أقدر أعمل كده؟ لا. الطب البدوي خلاص بقى تطورنا وعملنا أبحاث، ما تقوليش بقى أعشاب دي خالص، الكلمة دي بتعلي ضغطي. ده أنا هكتب لك دواء عندك ثلاث تركيزات في السوق، 5 ملي و10 ملي و15 ملي. اقول لك لا انت نسبة 5 ملي. طيب انا هكتب لك عشب اغليه، طلع منه قد ايه؟ تركيزه قد ايه؟ ما نعرفش طلع منه قد ايه. وممكن التركيز ده يعمل لك مشكله. لا يعني. وبعدين هو ضيع لك المغص ماشي، ما يدريك ده بيعمل ايه بعد 5 سنين. فشل كلوي الله يعلم، سرطان الله يعلم. ده يعني حرام. في مصر دلوقتي قنوات عايشة على الأعشاب، ويقول لي طب واحد طالع في غناء والله العظيم والله العظيم فلان الفلاني الدواء الفلاني الفلاني، وانت هتبقي عارفة اسمه هقول لك بعد الهوى. تمام. بيعالج 26 مرض. 26 مرض ده ايه؟ ده سحر ده. دواء واحد منها الصدفية والاكتئاب النفسي وهبوط القلب وشلل الرعاش والهرش والهرش كمان. ايه ده؟ ايه ده؟ لا وبعدين هم بيستغلوا ان في ناس بسيطه بتصدق الكلام ده. احنا كاعلام لازم يقفوا، ما فيش حاجات من دي خالص، ده طب بدوي. طب الحجامه نفس القصه نفس الكلام. طب ما يدريك البتاع اللي بشرط لك بيها دي فيها فيروس سي؟ بالظبط. ما يدريكي ما يدريكي ايه اللي حصل بعد كده؟ مفيش دراسات خالص. ده انا ما واحد بيسالني في رمضان دايما يعني يستضيفوني اول يوم رمضان، قول لنا بقى فوائد الصيام. اقول لهم يا اخوانا مصادر علمي من كتب يا انجليزي يا امريكاني ما بيصوموش. عشان كده ما عندناش ابحاث. طبعا بما ان ربنا فرض الصيام فهو مفروض عليه طبعا خلاص، ومية مية مفيد. لكن يقعد يألف يقول أصل الصيام بيعمل في الكبد كذا وفي القلب كذا، هذا جهل. لأن ربنا فرض صيام أنا بنفس. صوم وتصح والحج والحج ملوش فايدة. له مليون فايدة. بس إحنا مش عارفين، مش كل حاجة لازم تبقى واضحة ليا.
وضح لنا بعض الحاجات زي الخمر. ربنا حرم الخمره مش عشان بتذهب بالعقول خالص. ممكن واحد يقول لك انا بشرب خمره وزي ما انا، عشان بتتلف الكبد والاعصاب والفص الامامي من المخ اللي هو اهم حاجه في الدنيا طبعا، والقلب بتعمل مصايب، فعشان كده حرمت. انما في حاجات محرمه وما نعرفش ليه. طب القهوه الخضراء هل صحيح ليها فوائد؟ ما خدناهاش دي اصلا. انا يعني انا بسال اسئله اللي هي ايه بلاقيها الناس بتتكلم فيها، فبحاول يعني نقفل الابواب كلها. الحاجات دي يعني ايه اخد قهوه عشان طب هيعالج مرض ايه وكده؟ واللي يقول لك انا اكلت فوسفور، وهو الطب عيبه ايه؟ الطب عيبه ايه؟ هتتشخص صح وتاخد جرعه بالملي. يعني اي واحد فيكم يا اخوانا بياخد دواء هي مكتوب عليه كذا ملي، مش بالكيلو. صحيح. طب انا غليت كركديه طلع منه قد ايه؟ طب واحد غلاه اقل مني، يقول لك بيعالج الضغط ايه؟ سؤال اخير سريع لانه الوقت خلاص انتهى، بس انا محتاجه استزيد من علمك. الموت الرحيم ما اقرهوش في مصر. ليه بقى؟ لان هذا هو قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. انا مش مسؤوليتي ان انهي حياه واحد. ده انا اعمل لك حلقه خاصه عن مدجز المخ. هو ميت 100 100، بس ده وعد. وعد على فكره. انا مبسوط من القناه دي، هي جديده ومبروك عليكم، بس يبدو انها جد قوي. يبدو انها جد قوي. الحمد لله. ده حاجه كويسه يعني. طبعا دي شهاده طبعاً. مهمه من دكتور إحنا عظيم زي حضرتك. احنا بنعاني دلوقتي من التفاهه والسطحيه اللي خلت ولد يسيب شعره زي الخروف. طب بتقلد مين؟ طب ما فكر، بص في المرايه، شكلك وحش. فاحنا بنعاني من السطحيه والتفاهه والناس ماشيه فيها كده. فانا اعمل لك حلقه خاصه عن مدجز المخ، لانها قضيه دينيه طبيه قانونيه. ده شرف ليا، ولازم يكون لينا لقاءات متكرره بعد اذن حضرتك لو تسمح لنا. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا بجد واستزدنا كثيرا من علمك. دكتور حسام وافي، استاذ طب الحالات الحرجه بقصر العيني، وطبعا الجابر للقلوب والخواطر. شكرا جزيلا لحضرتك. يا جماعه خلاص، كلوا صح، ناموا صح، كبروا دماغكم شويه، ما تاخدوش كل حاجه على اعصابكم، وما تحملوش نفسكم فوق طاقتها، واستمتعوا بكل لحظه في حياتكم بصحه سليمه وقلب نظيف، مزاج رايق، وربنا يشفي كل مريض. ولا تبقى شبعان ولا تبقى جعان. دي نصيحه مهمه جدا النهارده طلعنا بيها، ومع غيرها طبعا من النصايح. وبنوعدكم ان شاء الله بلقاءات قادمه مهمه مع دكتور حسام وافي. دي كانت حلقه النهارده من مصر جديده. بكره ان شاء الله حلقه مع زميلي العزيز ضياء رشوان، وانا هكون معاكم بدءا من يوم الاحد القادم ان شاء الله.